أجمل تحية لكم مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العدد المباشر من برنامج هذا الصباح، يأتيكم عبر الإخبارية الثالثة للتلفزيون الجزائري، نخدمكم فيه على مدار 3 ساعات من الزمن وإلى غاية الساعة 11 بحول الله في عديد المواضيع والقضايا في مختلف المجالات والقطاعات. والبداية ستكون في مجال الصحة بالحديث عن الاستشفاء المنزلي في جراحة الأطفال كخيار علاجي واعد يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومريحة للأطفال خلال فترة التعافي مع ضمان استمرارية الرعاية الطبية المقدمة لهم. سنتحدث عن ماهيته، عن أهميته، عن فوائده بالنسبة للأطفال، بالنسبة لعائلاتهم، بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية، وعن مساهمته الفعالة في تسريع وتيرة الشفاء. اليوم أيضا سنرصد الجهود الكبيرة دائما لجهاز الحماية المدنية في حماية المواطنين من مختلف الكوارث والأخطار، واليوم سنتحدث عن الأخطار الناجمة عن التقلبات الجوية والاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من خطر السيول الجارفة، الأمطار الموسمية، وكذا استمرار الحملات التوعوية والتحسيسية دائما ضد إرهاب الطرقات وحوادث المرور والتي لا تزال تخلف العديد من الضحايا والخسائر الكثيرة في الممتلكات. أيضا في العمل الجمعوي سنرصد الجهود الكبيرة لمنظمات المجتمع المدني في تعميم استخدام الدفع الإلكتروني في كافة المتاجر مع مطلع العام الجديد. سنتحدث عن الحملات التوعوية والتحسيسية الموجهة للمستهلكين والتجار على حد سواء، تبيانا لأهمية هذا الإجراء وفوائده عليهم وعلى الاقتصاد الوطني. في ركن استشارات قانونية سنتحدث فيه عن الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، سنتحدث عن ضوابطها، أحكامها، شروطها، آثارها، ما لها من حقوق وما يترتب عليها من واجبات، والهدف دائما وتوفير الرعاية والحماية للأطفال المحضونين. الهلال الأحمر الجزائري حاضر معنا أيضا من خلال تسليط الضوء على الحملات التي يقوم بها دائما لتوفير كل سبل الدعم والمساعدة والمرافقة للمواطنين، تجسيدا لدوره كفاعل رئيسي في العمل التطوعي والإنساني في الجزائر. سنتحدث أيضا عن الفكر المقاولتي وسبل تعزيزه عند الشباب والطلبة من خلال تقديم كل سبل الدعم والمرافقة والتكوينات التي يحتاجونها، والهدف دائما وجعلهم أفرادا مساهمين في جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات والقطاعات. سنتحدث أيضا عن التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتسارعة والمتزامنة دائما مع الثورة المعلوماتية، والتي أفرزت واقعا مغايرا تلعب فيه التكنولوجيا الحديثة دورا مهما في جميع مناحي حياتنا، الأمر الذي يحتم ضرورة مواكبة هذه التطورات من خلال تكوين أجيال متحكمة في تقنياتها، قادرة على تحقيق النهضة التكنولوجية المرجوة، متعطشة للارتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا، إضافة إلى عديد المواضيع والقضايا والملفات والتي تأتيكم دائما ضمن هذا البث المباشر من برنامج هذا الصباح. في عالم تسابق فيه الأحداث الزمن وتتغير فيه المعطيات، على نبض يوم جديد يصنع الأخبار والمستجدات، وفي رحاب وطن يتنفس التحديات، معكم من كل ركن نحكي الحاضر ونتشبث بماض طارب في عمق الحضارات. أينما كنتم نحن معكم لننقل تفاصيل يوم جديد على الجزائرية الإخبارية. موعدكم مع الخبر. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. تحية صباحية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال نهار اليوم مساحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما تواصل لهبوب الرياح القوية على الواجهة الساحلية،
في انتظار ان شاء الله خلال الليل قدوم اضطراب جوي سيزداد نشاط على المناطق الداخليه الوسطى وكذلك منطقه الاوراس حتى على الواجهه الشرقيه. ننتظر بعض الامطار خلال نهار اليوم. الامطار ستلتحق ليلا على الواجهه الساحليه الوسطى. خلال يوم الغد ان شاء الله اضطراب جوي نشيط سيخص تقريبا جل المناطق الشماليه على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب جنوبا، فالاجواء ستميل الى الصفاء. سجلنا خلال صباحة اليوم طقس بارد، درجة الصفر على البيض ونعامة، 10 درجات على العاصمة، 11 درجة على تندوف وبني عباس، 12 درجة كالمقياس على أقصى الجنوب. أما خلال الظهيرة إن شاء الله درجات الحرارة القصوى ترتفع على تلمسان كذلك وهران، مقاييس ما بين 24 وغاية 26 درجة، تنخفض على الغوات الجلفة كذلك البيض اللي تقارب 15 درجة، 22 درجة على العاصمة كذلك ولاية غردية، 29 درجة على تندوف وبني عباس، 23 درجة على الصحراء الوسطى، تنخفض على إليزي وجانات مقاييس ما بين 17 لغاية 18 درجة، ترتفع على أقصى الجنوب لتقارب 27 درجة. البحر خلال نهار اليوم إن شاء الله سيبقى قليل اضطراب على السواحل الغربية، مضطرب على السواحل الوسطى، كثير الهيجان على السواحل الشرقية، رياح قوية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. غروب الشمس لنهار اليوم إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 35 دقيقة مساء. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. إذا كانت هذه الورقة حول أحوال الطقس والتي أعدها الزميل كريم مرزوق. أرحب بكم مجددا إذا مشاهدي الأفاضل في فقرات برنامج هذا الصباح، ونستهل أولى مواضيعنا في مجال الصحة بالحديث عن موضوع مهم جدا وهو الاستشفاء المنزلي في جراحة الأطفال. سنتحدث عن أهميته، عن فوائده أيضا بالنسبة للأطفال، بالنسبة لعائلاتهم، بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية أقول، وعن دوره الكبير في تسريع وتيرة الشفاء. تشرف بحضور البروفيسور جلول عاشوري ورئيس مصلحة جراحة الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الجامعية المتخصصة الأم والطفل بالعلمة ولاية سطيف. للتذكير فإن المؤسسة الجامعية الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بالعلمة لولاية سطيف كانت السباقة والأولى وطنيا في اختيار أو في هذا الخيار العلاجي المتعلق بالاستشفاء أيضا أو الاستشفاء المنزلي بالنسبة أو في جراحة الأطفال. مرحبا بك بروفيسور. أهلا وسهلا، بارك الله فيك على الدعوة، شكرا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل البدء نترحم على إخواننا في غزة، ونتمنى للجزائر دوام الحال، وإن شاء الله ربي يحفظها من كل البلاوي. أيضا نترحم على كل من توفي بجائحة كورونا، ودوام الصحة لكل عمال الصحة على المستوى الوطني. هي صراحة هي الأولى، لكن قبل أن نخوض في هذا الموضوع نتحدث كلمحة تاريخية. الاستشفاء المنزلي كان كفكرة منذ 1809، وتجسد أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك في 1947 بعد الحرب العالمية الثانية، لما خلفته من مشاكل ومن نقص التحكم في الإمكانيات. وكان يسمى لم يكن يسمى الاستشفاء المنزلي، لكن كان يسمى ذا هوم كار، يعني السيارة المنزلية اللي كانت تتنقل للمنازل. وبعدها انتقلت إلى أوروبا، بالتحديد إلى بلجيكا سنة 1950، وكان أول استشفاء منزلي بالصيغة اللي رانا نخدموا فيها في العالم، ويسموه لا اش ادي لوسبيتاليزاسيون ا دوميسيل، بعدها إلى فرنسا 51. في الجزائر كانت محاولات لم تكن مقننة، لكن القرار الوزاري تاع 27 ديسمبر 2015 قنن الاستشفاء المنزلي، لكن في تخصصات محدودة كالأمراض السكرية، الأمراض السرطان، الأمراض المزمنة، كملاحظة ليس كاستشفاء. وبفضل الله تعالى مصلحة جراحة الأطفال بالمستشفى العلمة وضع حيز الخدمة وحدة متنقلة تسمى الاستشفاء اليومي المنزلي. وش هو الاستشفاء اليومي المنزلي؟ الاستشفاء اليومي المنزلي جاء كفكرة،
كفكرة لأنه مصلحة صغيرة، عدد الأسرة قليل، لا يمكننا أن نتحكم في ديمومة وسيرورة الأسرة. فظهرت الفكرة التي كانت تراودني منذ مدة، والفكرة هذه هي فكرة فريق، فريق مكون من إدارة التي وضعت كل التسهيلات وكل الإمكانيات، من عمال مؤسسة، ممرضين، ساق سيارة الإسعاف، كأطباء اللي معايا في المصلحة اللي نشكرهم على نشكرهم على المجهودات. وراء هذا وزارة، الوزارة التي قننت ووافقت على هذه الفكرة بعد اجتماع مجلسنا العلمي الذي وافق أيضا على هذه الفكرة، والإدارة مشت معنا في هذه الأمور. فالطفل مثلا بعد إجراء عملية، السؤال المطروح هل هي عملية معقدة أم لا؟ نعم، في هذه النقطة بالتحديد، ما هي الحالات التي يمكن تطبيق فيها هذا الخيار العلاجي والاستشفاء المنزلي؟ هي 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 كل الحالات ممكن، لكن كل الحالات، لكن يلزم أن الطفل لما يخرج للمنزل يكون فيه خطر ضعيف، بمعنى أنه بعد ما نجري العملية الجراحية في بعض الأحيان الطفل يبقى بدون أكل، بدون شرب مدة أسبوع، 10 أيام، في بعض الأحيان 15 يوم. تخيل أن الطفل يبقى في المستشفى مدة شهر، هو يحتاج مراقبة فقط. يمكنك أن تتصور العناء، فقدان الدفء العائلي، فقدان كيفاش يقولوا الدعم، يعني الدعم الأسري، ليس الدعم، لا ستابيليتي دو لا فامي يسمى، الاستقرار العائلة، الأم أنها في عوض أنها تكفل بالأسرة تاعها تبقى في المستشفى مع الطفل واحد، فيه زوج، فيه أولاد، أولاد يقرأوا. لهذا فكرنا في هذه الفكرة، أن الطفل لما يخرج من المرحلة الخطيرة، حتى ولو أنها عملية، وأؤكد عملية معقدة يمكننا تسريحه، لكن تبقى عيننا عليه، نزوره مرتين أو ثلاثة إن تطلب الأمر. ضف إلى ذلك وضعنا رقم أخضر، رقم أخضر اسمه تصل بجراح أطفالك. هذا الرقم مخصص للمرضى، مخصص للمواطنين، فيه رقمين عندهم تاريخ جزائري، فيه 54 وفيه 62. اخترنا الرقمين هذم اللي ما عندهم من دلالة وطنية. هذا الرقم يمكنك أن تتصل بجراحك في أي وقت، وفيه الفرقة تتنقل صباحا وفي بعض الأحيان مساء. لماذا تتنقل؟ تتنقل للتأكد من حالة الطفل، لإعطاء الأدوية، تغيير الضمادات، مراقبة حالته، إذا كان فيه مضاعفات يمكننا أن نحلها. يمكن في هذه الحالة، يمكن في بعض الأحيان قد تحدث بعض المضاعفات الغير متوقعة والتي تتطلب تدخلا عاجلا، كيف تتعاملون مع هذه الحالة؟ نتعامل معها بالرقم الأخضر من جهة، بالزيارة يعني من جهة سرعة أخرى. التنقل أيضا، سرعة التنقل، لأن الوحدة تعمل على مدار 24 ساعة. وفي البداية بدأنا بالأمراض القريبين من المستشفى، قريبين يعني في يعني المرضى القريبون من المستشفى. أيوة، في هذه كمرحلة أولى، لأنه مهما يكون هي في مرحلة الأولى لازم يكون فيها لوتوشات لجل، هذه مش لازمنا نخطئ في الأمور، يكون تنقل سريع، وبإذن الله بإذن الله نتحكم في الوضعية، وعدنا بحكم الخبرة والأمور تاعنا عدنا نظرة على المضاعفات لأنها يمكن تكون. أضيف نقطة مهمة جدا وهي تحضير الأولياء. نعم، تكوين الأولياء أيضا، لأنه قبل ما نقرر أننا، لأنني لست وحدي في المستشفى، عندي طاقم طبي كفء مكون من 12 جراح، ومن ممرضين، من عمال، من رئيسة مصلحة، من إدارة، نتحدث على حالة الطفل، وعدنا تنقيط، هذا التنقيط على حسابه نقرروا أنه يخرج، يعني تقييم. تقييم قال حالته خطيرة، فيها مضاعفات، يمكن يخرج بالسيروم، ما يخرجش، هل ترى كنت مضاعفة نقدر نفيق بها ثمثم، كل هذم يخلونا أننا نخلوه يخرج بأريحية، ونشوف الحالة المادية للعائلة والمستوى الثقافي للعائلة أيضا،
ومن جهة أخرى تقبل العائلة للاستشفاء المنزلي، لأنه عاد تجيك فريق طبي للمنزل فيه ناس عندهم أمور اللي ما يقدروش يعني يكون في حوار مع العائلة، يكون حوار قبل أخذ القرار ويكون إمضاء على وثيقة رسمية. وللعلم المريض يبقى في المستشفى إداريا لأنه عنده دواء يوصل للمنزل، يبقى إداريا تابع للمستشفى ويكون في حوار. لما يكونوا كل الظروف مواتية نسرح الطفل. وصدقني الأستاذ عبد الجليل، فرحة الأولياء لما ابنهم يرجع المكان النوم تاعه العادي، صدقني أنه فرحة لا توصف. نتحدث ممكن بطريقة عملية، هل تم تجريب الاستشفاء المنزلي في الوقت الحالي؟ كيف كانت أو ما هي الفوائد التي عادت على الطفل وعلى الأولياء أيضا، قبل الحديث عن المؤسسة الاستشفائية أيضا؟ هو جربنا الاستشفاء، نعم، حتى أنه قبل ما نجسدوها درنا ان سونداج يعني استشارة، ولقينا قابلية المواطن الجزائري. هو المواطن الجزائري بصفته إنسان عنده يعني قمتم باستطلاع آراء الاستطلاع من جهة، ويتقبل الضيف. احنا كي نروحوا لهم كضيوف. وصراحة أنا كاين كلمة ديما نقولها لهم، نقول لهم ما تكلفوش رواحكم، احنا رانا كأننا في المستشفى نشوفوا الطفل، لأنه الظروف قد تأثر على العائلة. لكن صراحة المنزل اللي ندخلوا له نلقاه ترحاب هائل. حاجة أخرى، نقصنا العناء المادي للأولياء. تخيل أنه طفل في المستشفى، الأب يسكن 10 كيلومتر على المستشفى، يوميا يتنقل خطرتين إلى 3 مرات في اليوم، لازم فيه مصاريف زائدة. هذم كلها زيناهم على بعين الاعتبار، وشفنا أنه أولا نوعية العلاج أصبحت أحسن. لماذا أحسن؟ بمعنى لماذا أحسن؟ لأنه الطفل نفسيا مرتاح، يعني الاستجابة للعلاج، الاستجابة للعلاج أحسن. لما يكون الطفل نفسيا مرتاح ويكون ما عندوش الخوف من المستشفى وخوف من الطبيب وخوف من الآخرين، يكون أنه الشفاء أسرع. وهذه قاعدة في الطب، لما تكون نفسيا مليح تتغلب على المرض. لما تكون منهار مهما كان سنك، مهما كان، أما بالنسبة للطفل يمكن ضرب المعادلة في 3 و4. من ناحية أخرى كاين النظافة، لأنه لما يكون في المنزل أحسن من المستشفى، لأنه ممكن على العدوى. على العدوى أحسنت، العدوى، لأن يكون مريض مرض عادي بجنب مريض عنده مرض آخر يمكن أنه ينقل العدوى. أيضا الفريق يكون مرتاح. لماذا؟ لأننا ننقص عدد المرضى في المستشفى ونخلوها المرضى أخرين. عدد المرضى اللي يقوموا لهم بالعملية في الشهر يزيد. لماذا؟ لأنه كاين أماكن فارغة. حاجة أخرى ومهمة جدا، وهذه الإدارة والوزارة عندهم دراية أكثر مني، هو اقتصاد الصحة. تخيل سيدي أنه سرير الواحد يكلف الدولة أكثر من 15,000 دينار يوميا. السرير الواحد بلا العلاج النوعي مليون ونصف سنتين بلا العلاج النوعي. تخيل أنه هذه الأمور هذه كلها تنقص، وهذه تمهد الطريق إن شاء الله لا كونتراكتواليزاسيون. كي تكون غدوة مثلا عندك العمليات محسوبة ومعدودة، عاد يكون عندها جانب آخر. فيه أمر آخر اللي بصراحة الأولياء تقبلوه. وش تقبلوا؟ تقبلوا أنه نوعية العلاج تكون في المنزل أحسن. لماذا؟ لأنه التكاليف تقل. اللي كان عاد يشري الدواء من الصيدلية يوصلوا الدواء للمنزل. حاجة أخرى، اللي كان ابنهم مع مرضى متعدين يكون وحده. والحاجة الثالثة هو أنه يقدر أنه الدروس يأخذها حتى في المنزل من طرف أخ أو أخت أو أم أو أب. معناها ما يكونش فيه بيرتورباسيون على الاكتيفيتي سكولير تاعو. نعم.
يعني شيء رائع جدا. نتحدث ممكن عن نقطة مهمة جدا وتفضلت بالحديث عنها، هي الجانب النفسي والفائدة التي ستعود على الأطفال وعلى العائلات وأيضا على المؤسسات الاستشفائية، لكن أيضا أهمية تكوين العائلات على حسن التعامل وتقديم مختلف ممكن بعض الخدمات الطبية لأطفالهم، لأنها تلعب دورا مهما أيضا في ضمان شفاء هؤلاء الأطفال وعدم حدوث مضاعفات أيضا. كيف تتعاملون مع الأولياء في هذه النقطة بالتحديد أيضا؟ هو أول شيء لازم أن يكون كاين علاقة حميمية بين الطبيب والمريض والعائلة تاعو، وبما أنه طفل المسؤول عن الطفل هم الأولياء. أول حاجة لازم تكون علاقة طيبة، علاقة ثقة، نفهموهم في المرض وش هي المضاعفات وكيف هما يقدروا يعرفوا باللي راه كاين مشكل يتصلوا مباشرة بالطبيب. الحاجة الثانية أنه رانا تحت تصرفهم في أي لحظة، وتكون واقعيا أنه لما يتصل بيك لازم تعاود تتصل بيه. ولا الحاجة الثالثة أننا لما نقول له نجوك نوفوا بالعهد، ولما توفي بالعهد وتروح للمريض تزيد الثقة أكثر وأكثر. لأكثر من هذا لما الولي يشوف النتيجة، يشوف النتيجة أنها في الطريق الصحيح، هذه تزيد من ثقته وتزيد من تجاوبه مع الفريق تاعنا. الفريق تاعنا هو فريق جد عادي، نفس الفريق اللي يعمل في المستشفى هو الفريق اللي يتنقل، هو نفسه، احتمال أنه الجراح اللي قام بالعملية هو اللي يتنقل يشوف المريض تاعه. حتى الجراح. نقطة نسيت باش نحكي عليها هو الفحوصات الخارجية، أنه بعد ما يخرج من المستشفى المريض يروح باش يشوف الطبيب المعالج تاعه. هذه بعدنا الفترة تاعها، بعد ما كان يجي يشوفه بعد 10 أيام 15 يوم، مادام رانا نتنقلوا له هي بمثابة كنترول. نعم. يسمى يعود المريض اللي كان يهبط من الطابق الثالث ولا الرابع وسيارة وأجرة واحتمال يشوف جار يشوف صديق زميل باش ينقل الطفل والله يساعده باش ينزل الطفل، تخلصنا عليها. ولا الطفل بعد النقاهة يمكن أنه يتنقل بأريحية للفحوصات الخارجية الدورية. هي تجربة رائعة. ممكن كسؤال أخير لو تفضلت بروفيسور، نتحدث ممكن عن آفاق تعميمها في المستقبل القريب مع الفوائد الكثيرة التي ستعود على المؤسسات الاستشفائية وعلى العائلات وعلى المرضى أيضا. احنا عندنا أهداف أخرى، لكن قبل الأهداف يمكن أضيف نقطة لو سمحت. أكيد تفضل. هو أنه إضافة إلى الاستشفاء المنزلي، احنا قمنا بفكرة أخرى هي التنقل للمستشفيات الداخلية. يعني كنا نتنقلوا للمريض ولينا نتنقلوا للمستشفيات الداخلية. فعلى سبيل المثال في العطلة الشتوية قررنا أننا نتنقلوا، عندنا 7 طلبات للمؤسسات داخلية، كورقلة، كتوغورت، بسكرة، المقرة، الليزي، عن نتنقلوا باش نديروا عمليات. والعمليات هذه داخلة ما نقولكش في الاستشفاء المنزلي، بصح باش تسهيل أيضا، تسهيل على المريض عدم التنقل. نعم. من جهة أخرى تدخل في التكوين المتواصل للفرق الطبية في المصالح. أفاقنا إن شاء الله هو أننا كهدف قريب المدى إن شاء الله يكون فيه بالشراكة مع، بحكم أننا مؤسسة جامعية، بالشراكة مع المعاهد العلمية حيكون فيه تزاوج بين الصحة وجراحة الأطفال بالأخص والذكاء الاصطناعي، وحتكون إن شاء الله فيه جديد جد هام بالنسبة للمرضى، بالنسبة لنا كجراحين، وبالنسبة للعائلة الجامعية ككل. لأنه لو وصلنا للذكاء الاصطناعي في جراحة الأطفال حيكون فيه فوائد كبيرة وكثيرة على كل الأصعدة.
هي آفاق مبشرة. كل الشكر لكم بروفيسور جلول عاشوري، وكل التوفيق لكم في كل هذه الجهود التي تقومون بها خدمة للمواطنين وتطويرا أيضا للمنظومة الصحية في الجزائر. البروفيسور جلول عاشوري رئيس مصلحة جراحة الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية المتخصصة الأم والطفل العلمة ولاية سطيف، كل الشكر لكم. شكرا، شكرا لكم. نترحم على الوالدة الكريمة، وشكرا للحب الكريم وللزوجة التي كانت دائما سندا لي. تحية لكل من ذكرته، رحم الله كل من فقدناهم. مشاهدي الأفاضل، لازلنا مستمرين معكم دائما ضمن فقرات برنامج هذا الصباح، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل، وهذه الفقرة التي نرصد فيها دائما الجهود الكبيرة لجهاز الحماية المدنية في حماية المواطنين دائما من مختلف الكوارث والأخطار. اليوم سنتحدث عن الأخطار الناجمة عن التقلبات الجوية، عن الاحتياطات والتدابير الواجب اتباعها للوقاية من السيول الجارفة والأمطار الموسمية، فضلا عن استمرار الحملات التوعوية والتحسيسية ضد القاتل الصامت أو غاز أحادي أكسيد الكربون، وأيضا ضد إرهاب الطرقات وحوادث المرور من أجل حفاظا على الأنفس وضمانا لسلامة الممتلكات. تفصيل أكثر في هذه المحاور تشرف بحضور الملازم كريم بن فحصي والمكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية. صباح الخير سيدي، مرحبا بك معنا. تحية صباحية عطرة لك ومن خلالك إلى كل الأخوات والإخوة في الاستوديو. صباح الخير مشاهدينا الكرام من خلال برنامج هذا الصباح. إذن البداية، نتحدث دائما عن التقلبات الجوية، عن استعدادات جهاز الحماية المدنية، عن الاحتياطات الواجب اتخاذها، التدابير الواجب اتباعها للوقاية من أخطارها. طبعا شكرا لك هذه الاستضافة، ومن خلالك إلى الإطارات السامية في التلفزيون العمومي على فتح لنا هذا الفضاء في كل مرة لمرافقة المواطنين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية. طبعا عاشت الجزائر مختلف ولايات الوطن تقريبا 72 ساعة من بحر الأسبوع الماضي، شفنا فيها تساقط معتبر لكمية الأمطار اللي نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، هذا الأمطار الرحمة وأمطار الغيث التي كان الجميع ينتظرها بفارغ الصبر. مصالح الحماية المدنية وبناء على الديوان الوطني للأرصاد الجوية الذي يوافينا في كل ساعتين ببرقية حالة الجو، وضعت المديرية العامة للحماية المدنية برقيات مستعجلة إلى كل الولايات المعنية بالحالة الجوية الاستثنائية، وقالت فيها لابد من تسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبرة حتى نقدم يد المساعدة للمواطنين ونرافقوهم في ظل الظروف المناخية الاستثنائية. لما نقول نرافقوهم، احنا نعرفوا باللي هذا برقية حالة الجو تكون فيها نسبة تساقط من 40 إلى 50 ملم، لما تكون هذا التساقط غزير طبعا في بعض المرات نسجل ارتفاع منسوب مياه الامطار، هذاك الارتفاع تاع المنسوب يخلي المياه تتسرب الى البيوت والمنازل والمنشات العموميه التي هي مشيده دون مستوى الطريق، كذلك في بعض المرات يكون منخفضات للعديد من شبكه الطرق، فالمواطنين يكونوا على مستوى مركبتهم يوقع لهم ما يسمى ب يقول لك سياره محصوره فيها ثلاث افراد، واش معناتها؟ معناتها السياره هذه كانت تمشي لما غمرت السيول والمياه هذا الطريق اصبحت هذه المركبه محصوره. فالمصالح هنا لابد عليها أن تتدخل. كذلك في بعض القرى والمداشر ومختلف المناطق الوطن نسجل في بعض المرات يكون تساقط كبير، نسجل انهيار مثلا لبعض الأسقف البنايات القديمة والهشة، نسجل ربما في بعض المرات تصدعات لغير ذلك. فجهاز الحماية المدنية بناء على تعليم السيد المدير العام وضع إمكانيات كبيرة ووضع التعداد نتاعو في حالة استنفار رقم واحد.
معناتها كانت إشارة باللون البرتقالي إلى كل الولايات من أجل الأهبة والاستعداد والجاهزية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات أخرى تتمثل في إخراج سيارة الإسعاف وشاحنة التدخل في دوريات استطلاعية فجائية إلى كل القرى والمداشي. وش معناتها؟ لي زونجان تاعنا ما يبقاوش في الكازيرنا، ما يبقاوش داخل الثكانت ينتظروا إشارة التدخل. السيد المدير العام وفق ما وضع من استراتيجيه قال الوحدات نتاعنا تخرج الامكانيات وتقوم بدوريات استطلاعيه للطمانينه على المواطنين، على الطمانينه على الساكنه. ما نستناوش حتى يجينا الانذار باش ندخلوا، فنكونوا اقرب اكثر قربا من العائله الكريمه. طبعا الحمد لله اول شيء اننا لم نسجل خسائر بشريه، الحمد لله في ظل الظروف المناخيه الاستثنائيه. سجلنا تدخلات تمثلت في عمليه امتصاص المياه من داخل البيوت والمنازل وبعض المؤسسات العموميه. سجلنا كذلك فرق نتاعنا قامت بعمليات معاينه لبعض المساكن التي شهدت قلت سقوط بعض اسقف البنايات الهشه او ربما انهيارات، لكن ليس بالعدد الكبير اللي يخلينا نتقلق او نتخوف او ربما يجعل نوع من لابانيك. فكانت تدخلات عادية، المصالح نتاعنا ما زالت وفق هذا الجهاز الأمني المسخر ما زالت ساري المفعول، لأنه احنا نشوف باللي تقريبا اليوم في المساء أو غد الأحد حسب بقية الأحوال الجوية كاين منخفض جوي آخر اللي يحمل كذلك الأمطار وربما البارد ولا غير ذلك. ما هي النصائح التي تعطيها المواطنين؟ في هذا الموضوع المديرية العامة للحماية المدنية استغلت 72 ساعة اللي فاتت وكانت مع المواطنين من خلال المنابر الإعلامية. قالت لهم ما هي الإجراءات الوقائية المتبعة لتفادي الظروف المناخية الاستثنائية. أول شيء نتكلموا عليه هي حركة النقل أو التنقلات. طبعا المواطنين راح يتنقلوا من مقر يسكنهم إلى مكان وظائفهم ولا العكس، من الوظيفة نتاعو باش يروح لمقر الإقامة نتاعو. فتكلمنا لهم على ماهية الإجراءات الوقائية المتعلقة بالسياقة في الأجواء المطر. تكلمنا على ترك مسافة الأمان باش ما يكونش عندنا اصطدام تسلسلي لعدة مركبات. تكلمنا على جودة المكابح والإطارات ورقبات السيارة والإنارة والغمازات ومسيحة الزجاج باعتبار أنه الأمطار ما تعطيلكش فرصة باش تقدر تشوف اللي أمامك. تكلمنا كذلك على ما يعرف بالسرعة القانونية حسب الإشارات العمودية والأفقية اللي موجودة في الطريق. تكلمنا على السياقة في حالة التركيز في الأجواء المطيرة ماهيش كيما الأجواء الصحوة، لأنه في الأجواء المطيرة الزخات الأولى من المطر تخلي المركبات يصرى لها انحراف ثم لا قدر الله انقلاب واصطدامها مع الباليزاج تاع البيطون ولا غير ذلك. ففي هذا الموضوع تكلمنا وخذينا حصة الأسد في هذا الموضوع، لأنه ما يخفالكش أننا كنا نسجل عدة حوادث مرورية في هذا الشأن. سجلنا على مستوى ولاية المدية، سجلنا على مستوى ولاية عين دفلة، خاصة في النقاط المرتفعة اللي يكثر فيها الضباب. الضباب يحجب الرؤية وبالتالي يولي كاين اصطدام تسلسلي لعدة مركبات. نعم. سجلنا العديد من الحوادث المرورية في هذا الموضوع. فالجهاز الأمني فرع منه أو جزء منه كان مركز العمل نتاعو الإعلامي والتوعوي والميداني في موضوع حوادث المرور. الجهاز الأمني الآخر أو محور من الجهاز الأمني الآخر كان مركز مع المواطنين فيما يتعلق بحماية النفس البشرية من خطر سي أو. من الفاتح اكتوبر الى غايه وجودي معك في البلاطو عندنا 21 حاله وفاه بسبب السي او. رانا نسجلوا حالات تقريبا ما نقولش يوميه ولكن رانا نسجلوا حالات متتاليه. سجلنا في ولايه عين تيموشن 5 افراد عائله باكملها، سجلنا في ولايه تيزي وزو حالتين من جنس ذكر، والامس فقط حالتين اخريتين في ولايه تيزي وزو وفاتين بسبب احد اكسيد الكربون. فكان جزء من الجهاز الامني المسخر في ظل الظروف المناخيه الاستثنائيه يتحدث على اخطار السي او، يتحدث على الاجراءات الوقائيه التي لابد على العائله الكريمه ان تتحلى بها لتفادي خطر السي او. ووقفنا العديد من الصور اللي نقدر نقول لك زميلي جليل، الصور نقدر نقول عليها فيها اللامسؤوليه. وقفنا على دي بوان اللي ما عندهمش انابيب تصريف الدخان. وقفنا على دي بوال لانابيب تصريف الدخان نتاعها كلها مغلوقه بسبب عشاش طيور وغيرها من الاتربه. فكانت ضحايا اللي سجلناهم في من اكتوبر الى غايه اليوم جراء الاخطاء اللي وقع فيها المواطن من دون ان ينتبه الى خطوره الموضوع. فكان جزء من الجهاز الامني مسخر لهذا الموضوع، كان جزء اخر من الجهاز الامني المسخر يتحدث عن اخطار السيول والمياه الجارفه. كنا نتكلم على العائلة الكريمة لابد من تفقد البالوعات القريبة من مقر سكناكم، لابد من القيام بعملية تطوعية على مستوى الأحياء السكنية لفتح البالوعات. في بعض المرات حنا نغلقوا البالوعات نظرا لتفادي أكرمك الله الروائح الكريهة أو غيرها فننساوها.
فهذا الجهاز الأمني كان فرع منه أو جزء منه يتكلم مع المواطنين في هذا الشأن. فكنا نشتغل على عدة محاور في وقت واحد، على حوادث المرور، خطر سيئو والسيول والمياه الجارفة، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطر تسرب المياه داخل البيوت والمنازل. لأنه في بعض المرات يكون كاين تسربات، هذيك التسربات حنا نلاتين معلمة هذاك ولا بانيك، بصح ننساو بلي كاين شرارات كهربائية، ننساو بلي كاين مصدر رئيسي تاع الغاز، ننساو بلي كاين مواد كاشطة راهي موجودة على مستوى سطح الأرض، فتختلط وتمتزج مع هذه المياه وتسبب لنا تآكلات وحرائق بالنسبة للأطفال الصغار. فاشتغل الجهاز الأمني المسخر في ظل الظروف المناخية الاستثنائية على العديد من الملفات في وقت واحد حتى نخرج إلى بر الأمان في ظل الظروف المناخية الاستثنائية. ربما الذي أخذ حصة الأسد في هذا المحور وهو خطر السي او، باعتبار أننا الآن كل العائلات هي تستعمل في أدوات التسخين والتدفئة، كل العائلات الكريمة راهي تستعمل لي بوال الفرنوات باش يسخنوا. لابد أننا نركز طبقا لتعليمات السيد المدير العام، قال لابد من التركيز أكثر في تدخلاتكم على مستوى المنابر الإعلامية على خطر السي او، لأنه الحصيلة ثقيلة. سنة 2024 عندنا أزيد من 94 حالة وفاة منذ الفتح جونفي من السنة الجارية إلى غاية اليوم، 94 حالة وفاة عدد كبير جدا، ففيهم من العائلات التي أغلق دفاترها العائلية كلها، من العائلات اللي فقدوا الزوج والزوجة، العائلات اللي فقدت الزوج، عائلة فقدت الزوجة. فكفانا أرقام وكفانا إحصائيات في ظل الجهود اللي راهي موجودة في الميدان، خاصة ما تقوم به مصالح صنع الغاز مؤخرا في إعطاء الكمية الأخيرة والمتبقية من الكواشف التي تكشف عن غاز السي او، التي أقرها السيد رئيس الجمهورية أن تقدم هذه الكواشف مجانا إلى العائلات. الآن مصالح صنع الغاز هي في المرحلة الأخيرة، تقريبا حوالي 80 أو 85% من كل سكان الجزائر أو من كل الزبائن عن مصالح صنع الغاز استفادوا من الكشف. فكاين عمل كبير يتقوم به هذه المصالح، مشكورة على ما تقدمه للمواطنين في كل ولاية الوطن. نرافقهم نحن كمصالح حماية المدنية، يرافقوننا كذلك مصالح الأمن والدرك الوطني، يرافقوننا كذلك قطاع التجارة. كلنا الآن نشتغل في رواق واحد لنطوي هذا الملف، نعم، ونساهم في غرس الوعي الوقائي حتى ما يكونوش عندنا أرقام أخرى، خاصة ربما فترة البرد هي مازال ما وصلتش. أكيد. وإحنا نخوف أن لما يكون يعني ممكن هذه الفترة بالذات التي تتطلب دائما تعزيز الحملات التوعوية والعمل الجواري أيضا. طبعا تعزيز الحملات التوعوية، وكذلك نقدر نقول فتح نافذة للمواطنين حذاري، لأنه كما يقولوا بالمثل الشعبي في رمشة الملعين يصبح الإنسان في خبر كان. في رمشة الملعين تتغافل عن إصلاح المدفأة نتاعك أو مسخن الماء أو مسخن الحمام أو ربما أنا بتصريف الدخان أو التوصيلات، تتغافل عنها في ثانية تقدر تقضي لك على كل افراد الاسر، وهذا ما لا نتمناه. يعني الخطا لا يغتفر. طبعا طبعا السي او ما عندوش انذار يقول لك فات اتونسيون. السي او يقدر يقضي على جميع فئات المجتمع المدني، سواء من الطبقه المثقفه وغير المثقفه اللي تكون في الفيلا او تكون في العماره. فكل الناس معنيين، اللي يستعمل الغاز في الدار معناتها راه الخطر يلازمه. باش نقضي على هذا الخطر لابد من ترك منافذ التهويه واتباع النصائح والإجراءات التي تطلقها المصالح. لا أحد في منأ عن هذا الخطر. لا أحد في منأ. نعم. فإحنا ما لاش نخوف في المواطن من خلال هذا المنبر، ولكن نعطي له خطورة الموقف. نعم. لأنه العديد من العائلات الكريمة اللي يقول باللي أنا ما عندي والو، حتى نلقاوه في ضحايا أكسيد. نعم. الكربون، خاصة ظاهرة مسخين الماء في الليل كي نروح نرقدوا ونخليه الشوف با ولا شوفوا شاعل، ممكن يصرى خلل على مستوى هذا الجهاز. نعم. ممكن ينقطع الماء ثم يعاود يولي بعد 10 دقائق ولا ربع ساعة، يصرى خلل. هذه آلة يمكن لها أن تتعطل في أي لحظة، وبالتالي مليح أنه سيدات الفضلايات في الليل لما يتفضوا كل الناس يروحوا لأماكنهم يرقدوا، كي نتفقدوا الأبواب والنوافذ نروحوا نغلقوا غلق كلي لمنبع الغاز، خاصة تاع الشوف با ولا شوفوا، نتفقدوا لون الشعلة تاع المدفاة تاعنا ونخليوا نافذة شوية تكون مفتوحة تاع المطبخ ولا تاع صال دو با ولا، باش يكون هو نقي يدخل من. نعم. برا، ما نعطيوش فرصة لمونوكسيد الكربون باش يتحجر ويتراكم داخل الشقة ويقضي على العائلة. إذا الآن موضوعنا الكبير اللي مركزين عليه احنا كمصالح الحماية المدنية هو حوادث المرور من جراء الأجواء الماطرة، والموضوع الثاني هو خطر المونوكسيد دو كربون، لانه العائلات الان انخفاض كبير في درجه الحراره، كاع رانا شاعلين فرنوات، كاع رانا نستعملوا الشوف با والشوفو باش نغسلوا ماء ونغسلوا يدينا ونتوضا ولا غير ذلك، وبالتالي اجراءات بسيطه تقدر تعفينا من هذا المشكل. نعم. سلوكيات سلبيه تقدر تقضي على افراد الاسره كما سجلناها دائما بالحديث عن التمشيط. نعم، دائما بالحديث عن السلوكيات السلبيه تحدث عن خطر لا يقل خطوره عن القاتل الصامت او غاز احادي اكسيد الكربون. نعم. حوادث المرور ما هي
الحصيلة وكيف يمكن تلافي أخطارها؟ طبعا أنا بكل أسف وحسرة نقدر نقول كممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية، هذه السنة شهدنا عدة حوادث أليمة، شهدنا حوادث أو ما يعرف بمجازر مرورية، شهدنا تنامي في عدد الحوادث، في عدد الجرحى، في عدد الوفيات. خليني نقول لك أنه إذا نسقنا العدد اللي موجود عندنا أو الرقم اللي موجود عندنا مع مصالح الصحة أو وزارة الصحة والسكان، يتجاوز العدد 2000 قتيل من جراء الحوادث المرورية. احنا عندنا على مستوانا أزيد من 1810 قتيل، لأنه احنا نتكلم على القتيل اللي يكون في عين المكان، في عين المكان. لكن من الجرحى الذين ينقلون على مستوى سيارة الإسعاف ويصلون إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية، تتفاقم إصابتهم يتوفاهم الله سبحانه وتعالى داخل المؤسسات الصحية. فهذا الرقم نلقاوه أرشف عند مصالح الاستشفائية. فالرقم نتاعهم والرقم اللي موجود نتاعنا من خلال احتكاكنا مع بعض العديد من الورشات العمل، العدد الآن تجاوز 2000 قتيل راح ضحية حوادث مرورية. والأسبوع الماضي وإحنا في أحد البلاطوهات الإذاعية على مستوى القناة الأولى مع زملائنا من مختلف القطاعات الأمنية والسلامة المرورية، تكلمت السيدة الفاضلة عن السلامة المرورية، قالت بلي الرقم اللي بحوزتهم يتجاوز 2200 قتيل. إذن هذا رقم كبير جدا، وقالت بالحرف الواحد أنه سجلت إدارتهم أو المؤسسة نتاعهم المندوبية الوطنية للسلامة في الطرق، سجلت ارتفاع نسبي في عدد الحوادث، في عدد الجرحى، وفي عدد الوفيات، باعتبار أن هذه المندوبية تشتغل مع كل مؤسسات الدولة وتنسق مع الأمن، مع الدرك، مع الحماية المدنية، تنسق مع المؤسسات الاستشفائية، وفي الأخير ترفع تقرير إلى الجهات الوصية عليها. احنا كمصالح الحماية المدنية نقول من خلال تدخلاتنا اليومية سجلنا العديد من الحوادث، وما سجلناهمش في شهر معين وما سجلناهمش في وقت معين. كل 24 ساعة عندنا حصيلة في حوادث مرور، كل 24 ساعة نجي ندير بيان إلى المصالح الصحية، عفوا إلى المصالح الإعلامية، إلا ونجد 170-180 حدث مرور، خلف لنا 170-175 جريح، خلف لنا 3 وفيات، 4 وفيات، 5 وفيات. ويوميا لما نعمل البلاغ الصحفي كل صبيحة يوم باش نبعثوه إلى وسائل الإعلام، إلا ووجدنا في تدخلاتنا نلقى موضوع أو محور يتعلق بحوادث المرور. إذا قلت أنا كممثل على المديرية العامة للحماية المدنية عندنا أزيد من 1000. سنكمل الحديث في هذه النقطة المهمة جدا حول الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تلافي خطر حوادث المرور. أستسمحك عذرا الملازم كاني بن فحصي، أتوجه وإياكم الآن مشاهدي الأفاضل إلى ولاية وهران، حيث فعاليات الندوة الدولية حول الأمن والانتقال الطاقوي قضايا وتحديات. لتفاصيل أكثر تلتحق بنا كاميليا حموم. صباح الخير كاميليا، أكثر تفاصيل حول هذه الندوة الدولية. نعم، صباح الخير. بولاية وهران ستجري فعاليات المؤتمر الدولي للأمن والانتقال الطاقوي على مدار 3 أيام بحضور باحثين وأساتذة خبراء من مختلف الجامعات الدولية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يحضر معي البروفيسور سنوسي بن عبو، أستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد بوهران. سيدي مرحبا بك. إذا ممكن تحدث عن الهدف من هذا المؤتمر الدولي. شكرا، نشكر التلفزيون الوطني على هذه التغطية، ومرحبا بالتلفزيون، مرحبا بمشاهدي التلفزيون. بالنسبة للمؤتمر الدولي هو تمحور حول محورين أساسيين، الأمن الطاقوي والانتقال الطاقوي. الأمن الطاقوي هو عبارة عن أولوية من أولويات الحكومة الجزائرية مع الأمن الغذائي والصحي. وبالنسبة للانتقال الطاقوي الذي نعرفه على أنه الانتقال من نمط استهلاك الطاقة مبني على أساس استهلاك الطاقة الأحفورية إلى نمط استهلاك طاقة يعتمد بصفة أقل فأقل على الطاقة الأحفورية وأكثر فأكثر على الطاقة المتجددة، مع الأخذ بالاعتبار الكفاءة الطاقوية والرصانة الطاقوية. هذا هو التعريف للأمن الطاقوي. انطلاقا من هذا التعريف، فهناك مجموعة من الرهانات التي تطرح نفسها وتحديات التي تطرح نفسها على مستوى هذه الإشكالية، التي ممكن يعني في عجلة نقول أن كيف يمكن أن نستعمل الطاقات الأحفورية في مرافقة الانتقال الطاقوي، كيف يمكن استعمال الطاقات الأحفورية لتحقيق الانتقال الطاقوي، كيف يمكن أن نمزج ما بين مختلف الإمكانيات التي توفر عليها الجزائر من طاقات متجددة
سواء كان وبالخصوص الشمس الطاقة الشمسية تتوفر على إمكانيات هائلة بدون ننسى أيضا الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر هو أيضا سان فاكتور امبورطون بور لا ترانزيسيون انرجيتيك. كيف يمكن ان ننتقل من اقتصاد ريعي يعتمد على المداخيل النفط والغاز الى اقتصاد منتج ومتنوع يعني كي فالوريز لو ترافاي برودكتيف. يعني راح يكون فيه حضور اساتذه وباحثين مختلف الجامعات، اذا ممكن تحدثوا عنهم. يعني اولا هناك باحثين مختلف جامعه الوطن، هذا يجب اللي يعني عندنا من بسكره من تبسه من تيزي وزون بجايه من تلمسان من معسكر من الاضرار من الورقلاء، يعني هذا فخر لنا. لكن ايضا من جامعات اجنبيه، عندنا يعني من روسيا من تركيا، عندنا من جامعات فرنسيه من جامعات انجليزيه، يعني هذا كان استاذ من جامعه مصريه يعتذر في اخر لحظه. اذا هذا كله اللي فتح نقاش، هذا النقاش غادي يكون يثري الاشكاليات تاع الملتقى، بدون ان ننسى ان هذا الملتقى تم لولا الرعاه الذين قاموا برعايه هذا الملتقى. نذكر سرانتقا يعني اكتيفيتي كيوس، نذكر كونسيدر جروب كالينيزاسيون اي جروب كارير، لو سيما سون دي ستود مغربين امريكان، لا كريغ. نشكر رئيس اللجنه، جات رئيس لجنه الضبط، وايضا الاستاذ شعبان تاع لابخي. شكرا لك بروفيسور سنوسي. إذا البرنامج المؤتمر الدولي للأمن والانتقال الطاقوي سيركز على عدة محاور، منها نذكر التهديدات والفرص المتعلقة بأمن الطاقة والتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية والسياسية والقطاعية العامة للتحول، أكيد على مدار 3 أيام. النقاش سيكون تاري أكيد بحضور تلة من الباحثين والأساتذة من مختلف الجامعات الوطنية وحتى الدولية. العودة إليكم زملائي. كامل يا حموم، كنت معنا مباشرة من ولاية وهران، كل الشكر لك ولضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل التي وافيتمونا بها حول فعاليات الندوة الدولية حول الأمن والانتقال الطاقويين، قضايا وتحديات. وأعود إليك الملازم كريم بن فحصي، يعني نتحدث دائما عن كل هذه الأخطار، يعني برغم كل هذه الجهود التي تقومون بها بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في هذا الميدان، لكن دائما يبقى وعي المواطن يلعب دورا كبيرا في تلافي العديد من هذه الأخطار، الكثير من السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى الزيادة في حوادث المرور، اللا مبالاة التي تؤدي إلى الزيادة في عدد ضحايا القاتل الصامت غاز أحادي أكسيد الكربون، تفعيل وتعزيز حملات التوعية والتحسيس للمواطنين لرفع وعيهم وزيادة حسهم بالمسؤولية. طبعا هذا هو الهدف الأسمى لكل مؤسسات الدولة، من سيد رئيس الجمهورية إلى أبسط مواطن، كل الناس تشتغل على حفظ النفس البشرية. نعم. من الهلاك من مختلف المخاطر. إذا تكلمنا على موسم الشتاء نتكلم على حوادث المرور في الأجواء الشتوية، ونتكلم على خطر السي او، نتكلم على حوادث السقوط الانهيارات إلى غير ذلك. إذا رحنا لفصل الربيع نتكلم على خطر السباحة في السدود والبرك والمجمعات المائية، نروحوا فصل الصيف نتكلم على حوادث المرور والسباحة و. فهدفنا نحن نشتغل مصداقا لقوله تعالى ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا، ونشتغل في إطار التوعية والتحسيس أو مشروع التوعية والتحسيس على مدار 7 أيام 24 ساعة على 24 ساعة على مدار 12 شهر نشتغل. فذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين. احنا معتقدين ومأمنين أنه في هذه اللحظة وأنا مجد معك في البلاطو مستحيل 45 مليون نسمة يتشاهد فينا الآن. كاين عدد لا يشاهد فينا الآن، كاين عدد اللي راه الآن في الوظيفة نتاعو، كاين اللي راه مازال راقد، كاين اللي راه مسافر. فنحن اليوم نتكلم معك في هذا الموضوع، وغدا ربما في قناة أخرى، وغدا نتكلم في إذاعة أخرى، فدائما نكون على تواصل. فذكر إنما ذكرى تنفع المؤمنين. فقط نحن نريد من خلال هذا المرور نتاعنا في كل البلاطوهات الإعلامية نحن نتكلم ببساطة بسلاسة بأسلوب واضح، نتمنى أن تكون أذان صاغية، لانه اذا كان ما كانش رجع الصدى. نعم. تبقى كاين العمليه التوعويه التحسيسيه وكاين تبقى الارقام. من ممكن من خلال تواصلكم المباشر مع المواطنين في مختلف الحملات الجواريه كيف تقيمون وعيهم واستجابتهم لمختلف النصائح والارشادات والاجراءات التي تقومون بها؟ والله صدقني سمير يعني الجليل بدون مجامله. نعم. بدون كما قال شكر أو اعتزاز لشيء معين.
كاين قبول كبير عند المواطن. الحمد لله. كاين قبول كبير عند المواطن، المواطن في بعض المرات يتأسف ويتحسر على السلوكات الخاطئة اللي كان دايرها، في بعض المرات هو ما يعرفش. ما يعرفش المواطن، هو يعتقد أنه هذاك السلوك صحيح وهذا الإجراء عادي، لكن هاني نقولوا له على المخاطر ونوريوا له الصور ونتكلموا له على نماذج حية كما أتكلم معك الآن، أنا يتحسر يقول يا رب أنا قريب قتلت أولادي، يا الله أنا قريب كنت سبب في قضاء على أسرة بأكملها. فهذه الكلمات وهذه المصطلحات التي يذكرها المواطن على ما سمعنا، نحس أنه كان مواطن كان نقدر نقول كان غايب عن الوعي الوقائي والسلوك الوقائي. فألقينا قبول كبير عند المواطنين، وهما يفرحوا لما يشوفوا رجال الحماية المدنية مع مصالح سونالغاز مع مصالح الأمن والدرك الوطني يجيوا يتفقدوا شبكة الربط. لذلك كاين مشروع اللي كنا نتكلموا عليه في كل مرة راهو يتجسد في عمليات توعوية تحسيسية، هو مشروع دق الباب. هذا المشروع اللي نروحوا احنا كشركاء الحماية المدنية الأمن الوطني الدرك الوطني التجارة وسونالغاز ندخلوا هذا الأسر بعد الموافقة نتاعهم، كل واحد من أعضاء اللجنة يقوم بالمهام نتاعو، تاع سونالغاز يشوف شبكة الربط الداخلية، نحن كمصالح مدنية نتفقد منافذ التهوية، المصالح الأمنية والدرك الوطني كذلك لهم مهام يقوموا بها، قطاع التجارة يتفقد هذه الآلات هل هي مغشوشة هل هي مقلدة. فالآن المواطن الكريم أصبح يفرح لما يشوف هذه اللجان تجي تتفقد، خاصة المناطق التي استفادت مؤخرا من غاز المدينة، ربما ما كانش عندها فكرة ولا ما عندهاش معلومة حول مخاطر السي أو، هو يجيب لهم الله سبحانه وتعالى يجيب لهم ربي انه هذا المواطنين انه الاختناق بالغاز هو الغاز اللي راه يجينا في الانبوب. نعم. وحنا نوضحوا لهم انه هذاك الغاز اللي يجي في الانبوب غاز المدينه هو غاز مميع فيه رائحه معينه، كي يكون عندك تسربك تفيق له، لكن المونوكسيد الكربون هو غاز سام وقاتل، غاز صامت او قاتل صامت، ما نقدروش نشوفوه ما نقدروش نسمعوه ما نقدروش نذوقوه الى غير ذلك. فاحنا نعطيو لهم هذه الاجراءات سواء من المنابر الاعلاميه أو من الخارجات اليومية اللي رانا نديروها كقوافل جوارية تحسيسية، نبقاو نشتغل في هذا الموضوع حتى نحمي مواطنينا ومواطناتنا من كل الأخطار التي تهددهم خاصة موضوع المونوكسيد الكربون. زميلي جليل بهذه نختم، حسرة كبيرة لما نشوف عائلة بأكملها أغلق دفترها العائلي. شتون أبارتومون شقة هذه يغلق الدفتر العائلي يصبح لا أثر لها في يعني الموجود. وقفتم على حالات؟ وقفنا على حالات وتكلمت لك على ولاية أنتيموشنت. نعم. عائلة بأكملها الأب والأم أو الزوج والزوجة وثلاث أبناء في مقتبل العمر 12 سنة وتسع سنوات وعشر سنوات، تشوفهم أنت كلهم موجودين داخل الصناديق موجهين إلى مثواهم الأخير. فهذا السلوك وهذه الصورة خلاتنا احنا كرجال الحماية المدنية نتأثروا، والمواطنين كذلك لا يجدون العبارات التي يضعونها في هذا الموقف. فنحن لا نريد أرقام أخرى ولا نريد صورا أخرى، نبقى ونرافقوا في المواطن الكريم، فقط سمعونا تلقوا راحتكم. أهمية التنسيق أيضا ممكن بينكم طبعاً. بين مختلف الفاعلين، أمر هذا يتطلب تكاتف جهود الجميع، تعملون أيضا بالتنسيق مع مختلف الفاعلين. نعم. من سلطات ومنظمات المجتمع المدني، الهدف دائما هو حفاظ على النفس البشرية وسلامة الممتلكات. طبعا هذا العمل يبدأ دائما في نهاية سبتمبر، في أكتوبر في بداية أكتوبر تكون عملية تنسيقية في اجتماعات دورية، ثم بعد ذلك تنطلق اللجان في عملها كل واحد على حسب المهام نتاعو وعلى حسب الوظائف اللي يكلف بها في هذا الاجتماع. وفي كل مرة ندير اجتماعات تنسيقية باش نقيم ما قمنا به وما لم نقم به ولماذا لم نقم به وما يمكننا أن نقوم به. يعني تعملون دائما بالتنسيق؟ طبعا نعمل بالتنسيق، وأنا الآن من عندك من الآن نروح إلى إذاعة أخرى راح نلقى مصالح سونالغاز ونلقى مصالح الصحة ونلقى الإمام ونلقى الأمن الوطني والدرك الوطني لندردش على هذا الموضوع لفائدة المواطن الكريم حتى نرافقوه جملة واحدة ومن بعده على الخطأ. هي تكاتف جهود الجميع طبعاً. والهدف دائما هو الحفاظ على النفس البشرية. الملازم طبعاً. كريم بن فحص المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، كل الشكر لكم على كل هذه الجهود التي تقومون بها حماية للمواطنين وضمانا لسلامة ممتلكاتهم. شكرا لك ومن خلالك إلى كل الزملاء في التلفزيون العمومي وعلى رسم السيد المدير العام اللي راكم تفتحوا لنا هذه الفرصة باش نكونوا مع المواطن على المباشر. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأفاضل مستمرون معكم دائما، لكن الآن نتوجه وإياكم إلى استوديو الأخبار مع موجز لأهم الأنباء في تقديمه رشيد سواكري. صباح الخير رشيد. صباح الخير عبد الجليل، شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام موعدنا الإخباري بعد قليل. أهلا بكم. بداية استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر. الموكب الرئاسي المقل لضيف الجزائر استقبلته كوكبة من فرسان الحرس الجمهوري عند مدخل مقر رئاسة الجمهورية الذي تزينت ساحته برايتي البلدين.
ليخص رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة سيد سيريل رامافوزا باستقبال رسمي من قبل أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرحبا بفخامته في استقبال يليق بمقام ضيف الجزائر وبمستوى العلاقة بين البلدين. بعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين لكلا البلدين وتحية العلم، استعرض رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة أخيه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا تشكيلة من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، أدت لهما التحية الشرفية. بعدها الرئيسان صورة تذكارية أمام الصحافة الوطنية والدولية. ليصافح بعدها ضيف الجزائر مستقبليه من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة الممثلين لعدد من القطاعات الحيوية والهامة التي يعول عليها الجانبان من أجل الدفع بالتعاون الثنائي قدما وتمتين علاقات الشراكة وتوطيد الروابط وتوحيد الرؤى والتشاور حول قضايا ذات الاهتمام المشترك، استنادا إلى المبادئ المشتركة في الدفاع عن الحرية والعدالة والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
من جانبه صافح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعضاء الوفد رفيعي المستوى المرافقي لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا. ضيف الجزائر رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا اطلع على محطات من تاريخ الجزائر المستقلة. وبعد مراسم الاستقبال الرسمية تحدث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على انفراد مع نظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا. رئيس جمهورية السيد عبد المجيد تبون ترأس رفقة أخيه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بين البلدين، وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتوطيد التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالدفاع والدبلوماسية، الاقتصاد، الطاقة، الفلاحة والتنمية المستدامة. وبالمناسبة تم التأكيد على أهمية ترجمة الإرادة السياسية المشتركة التي تحدو قائدي البلدين إلى تجسيد مشاريع عملية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتعزز مكانة الجزائر وجنوب إفريقيا في الساحة الإفريقية والدولية. المحادثة المكثفة والمثمرة توجت بتوقيع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ونظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. إعلان مشترك بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عن الجانب الجنوب إفريقي السيد سيريل ماتاميلا رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا. الرئيسان ترأسا مراسم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم في عديد القطاعات الحيوية والهامة، شملت مذكرتي تفاهم بين المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي ومجلس الأبحاث الزراعية لجنوب إفريقيا، وبين الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الفضائية الوطنية لجنوب إفريقيا، وكذا مذكرتي تفاهم بخصوص التعاون في مجالي المقاولاتية والابتكار وحول التعاون الاقتصادي وبروتوكول حول التعاون في المجالين القانوني والقضائي، إضافة إلى التوقيع على محضر الدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا، وبيان مشترك في ختام زيارة الدولة والدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا. عقب ذلك أدلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتصريح صحفي مشترك رفقة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا. رئيس الجمهورية أكد أن انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بالموازاة مع منتدى رجال أعمال البلدين يعطي دفعا للعلاقات الثنائية ويسهم في ترقيتها. ترأسنا اليوم معا الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري جنوب إفريقي، وبالموازاة مع إشرافنا على أشغال هذه الآلية الدورية انعقد منتدى الأعمال ليكون فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية. من جانبه ثمن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا
النتائج المنبثقة عن اجتماعي دورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون، مؤكدا العمل على رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين. لقد اختتمنا إذن بنجاح أشغال اللجنة المشتركة السابعة بين حكومتينا، ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أبدي سروري أنا والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لما تضمنه التقرير الوزاري المفصل والمتعلق بتقدم قطاعات التعاون الرئيسية بين البلدين. هذه اللجنة المشتركة تمثل آلية تسمح لنا بتقوية وتوسيع علاقاتنا التجارية ورفع حجم المبادلات التجارية. لقد اتفقنا على رفع حجم هذه المبادلات، وهذا من خلال تطبيق منطقة التبادل الحر والتي ستسمح بتطوير الاستثمارات والتجارة بين الدول الإفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدين محوريين في أفريقيا، الجزائر وأفريقيا الجنوبية. The strengthening of economic linkages between two major African countries. وبمناسبة زيارتي الدولة التي يقوم بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إلى الجزائر، قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني إزداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني برتبة أثير لأخيه السيد سيريل رامافوزا نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب إفريقيا حكومة وشعبا إكبارا وتنويها بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي. مناسبة زيارة الدولة التي يباشرها إلى الجزائر، فخامة الرئيس سيريل ماطاميلا رامابوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني منح أخيه فخامة الرئيس رامافوزا وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بنادي الصنوبر ألقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا خطابا أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين في دورة غير عادية تطرق فيه إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب ممثلين عن سلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أكد أن المجتمع الدولي ملزم باحترام المواثيق التي تكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وحريته، مشيدا بمواقف الجزائر في مجلس الأمن. الجزائر وجنوب إفريقيا يجب أن يواصلا الالتزام بدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. نحن نشيد بالدعم الدائم للجزائر لنضال شعب الصحراء الغربية قصد تمكينه من تقرير مصيره. يجب أن نذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الصحراء الغربية.
International law must be upheld. يجب احترام القانون الدولي وقيم ميثاق الأمم المتحدة. South Africa reiterates its call for the جنوب إفريقيا تذكر وتجدد نداءها بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر تمثيلا وأكثر واقعية. That have been taken by Algeria as it has been participating. ونشيد بمواقف الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن. نحن نشكركم على مواقفكم المشرفة. دوليا وبفلسطين المحتلة تتواصل حرب الإبادة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة 4 شهداء من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال الصهيوني أمس، ليرتفع عدد الضحايا إلى 22 شهيدا من بين 63 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أمس في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مجددا مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع وأجبرت المرضى والجرحى على مغادرته. في الرياضة والحساب، الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، يستقبل اليوم فريق مولودية الجزائر فريق يونغ أفريكانز التنزاني بملعب 5 جويلية الأولمبي ابتداء من الساعة 8 مساء، فيما ينزل شباب الوزداد ضيفا على نادي ستاد أبيجان الإيفواري. اختم هذا الموعد الإخباري مشاهدينا، جمعتكم طيبة، أمل الآن العودة لبرنامج هذا الصباح. إليك خليل. شكرا جزيلا لك رشيد سواكري على كل هذه الأخبار والتفاصيل. عدنا إليكم إذن مجددا مشاهدي الأفاضل لتتمة فقرات برنامج هذا الصباح. الآن مع ركن استشارات قانونية سنتحدث فيه عن الحضانة في القانون الجزائري، سنتحدث عن أحكامها، عن ضوابطها، عن الشروط المتعلقة بها، عن آثارها، عن ما يرتبط بها من حقوق وما يترتب عنها من واجبات. والهدف دائما هو تقديم كل الرعاية والحماية للأطفال المحظونين. للتفصيل أكثر في هذا الموضوع أتشرف بحضور الأستاذ علي بوزنبراك وهو محامي معتمد لدى المحكمة العليا. صباح الخير أستاذ، مرحبا بك معنا. صباح النور على كل المشاهدين وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك أستاذ علي بوزنبراك. إذن البداية نتحدث معك عن مفهوم الحضانة، مفهومها العام ومفهومها أيضا وكيف عرفها المشرع الجزائري. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع الحضانة هو موضوع مهم وأهميته تتمثل في أن المشرع الجزائري أولى له أهمية كبيرة بأن سن مواد قانونية من المادة 62 إلى غاية المادة 72 من قانون الأسرة. هذا من ناحية. والأهمية الأخرى نلقاها احنا أهمية اجتماعية، لكون أننا احنا ما نقدرش نتكلموا على الحضانة إذا كان هناك استقرار في الأسرة، يعني الاستقرار العائلي. فهنا نقولوا نتكلموا على تربية الأبناء، يلزم لها اخصائيين نفسانيين تربويين وما الى ذلك. احنا وقتاش نتكلموا على الحضانه؟ نتكلموا على الحضانه بعد الطلاق وبعد انحلال وفك الرابطه الزوجيه بين الطرفين. وفك الرابطه الزوجيه بين الطرفين تكون اما بالاراده المنفرده من طرف الزوج او من طرف الزوجه عن طريق التطليق والخلع، او باراده الطرفين، واراده الطرفين تتمثل في الطلاق بالتراضي. هذا من ناحيه. ومن ناحية أخرى نتكلموا على الحضانة إذا كان وفاة أحد الزوجين. إذا كان توفى أحد الزوجين فإن هنا نطرح إشكالية الحضانة. من يحضن هذا الطفل؟ هل الأب؟ وهل الأب بعد ما يتزوج؟ هل الجدة؟ هل الخالة؟ هل العمة؟ هذا القانون قد أعطى لنا كيفية التعامل مع هذه الحالات. ولكن إحنا باش نجوا اليوم نعرفوا الحضانة. الحضانة في تعريفها العام هو القيام بشؤون الطفل بكفالته ورعايته والمحافظة على بدنه وعقله ودينه وحمايته من عوامل الجنوح والانحراف. هذا كمفهوم عام. نجو للمفهوم أو التعريف التشريعي. التعريف التشريعي الذي نصت عليه أحكام المادة 62 من قانون الأسرة عرفته حرفيا، تقول بأن الحضانة هي رعاية الولد، رعاية الولد، وهذا القيام بتعليمه، تربيته على دين أبيه، وحمايته صحة وخلقا.
يعني وضعت هنا مجموعة من الشروط. نعم، مجموعة من الشروط لازم يجب أن نلتزم بها. هذه المادة 62 جاءت صريحة. من هنا نستخلص أنه من هذه المادة 62 نستخلص بعض النقاط. النقطة الأولى تربية الطفل، عفوا تعليمه، قالت لنا المادة هو رعاية الطفل بتعليمه وتربيته على دين أبيه. التعليم احنا الحمد لله كاين تعليم إجباري ومجاني في الجزائر، فإذا كان الحاضن أخلى بهذه النقطة فإن الحضانة تسقط عنه. نعم. النقطة الثانية تربيته على دين أبيه، كيف ذلك؟ نعطي لك مثال. تربيته على دين أبيه، احنا المشرع الجزائري أعطانا إمكانية للجزائريين باش يتزوجوا بمرأة أجنبية، وهذا طبقا للمادة 31 من قانون أسرة. فإن هذه المرأة عندما تسند لها الحضانة، لأن القاضي يسند لها الحضانة كما يسنده للمسلمة الجزائرية. سنتحدث أيضا عن ترتيب هذا. لا يعني نتكلم احنا على المرأة الأجنبية. أجنبية. نعم. يعني باش نلحق لك إلى يعني نفس الشيء الدين. مع المرأة الجزائرية. نعم الدين نفس الشيء. يعني المرأة الأجنبية تربي هذا الطفل على دين أبيه. نعم. تعليمه مبادئ الإسلامية، بعثه للمسجد، تعليمه القرآن. إذا أخلت بهذه النقطة فإن الحضانة تسقط عنها. ثالثا حمايته. الحماية نقول إحنا الحماية المادية. لو تفضلت فقط ممكن كقوس لو نفتحه بالحديث عن المرأة الأجنبية، هل يشترط عليها الإقامة هنا في الجزائر أم أنها يمكن أن تأخذ؟ نعم، هذه النقطة يعني جد مهمة. الاشتراط هنا يعود للقاضي. نعم. كيف هذه القاضي يتبع مصلحة المحظون؟ لأنه إحنا يعني سلطة تقديرية للقاضي. سلطة تقديرية تعود للقاضي، لأن إحنا نحوسوا في المواد 62 إلى 72 كلها في آخر المادة تكلم لك على مصلحة المحظون. يعني نزيد ونواصله من النقاط التي نستخلصها. نعم. من المادة 62 لكي يكون المفهوم واضح للمشاهد الكريم. فيما يخص حماية بدنه، كيف ذلك؟ نحميه معنويا وماديا، يعني نمنعه عنه التعرض له بالضرب في جسده، العنف اللفظي الجسدي كله، والضرر المعنوي ولا العنف المعنوي من تخويف وشتم. هذه النقاط هذه مهمة في الحضانة. وأيضا خلقا جاءت في المادة، خلقا حفاظا على صحته وأخلاقه. هكذا خلقا يعني يجب على الشخص الذي يولي الحضانة تولى له الحضانة أن يكون متخلق، لا يكون معروف عليه اللهو والمجون وما إلى ذلك. يعني هذه النقاط التي نستخلصها من المادة 62 من قانون الأسرة. احنا إذا نجو نتكلموا على الشروط، ممكن في هذه النقطة بالتحديد تحدثنا عن العديد من العوامل التي يجب توفرها أو التي يجب توفيرها إلى المحظون. هذا يقودنا إلى الحديث عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن حتى يتمكن من تحقيق وتجسيد. نعم. هذه الشروط. الشروط هذه نقدر نقول شروط، هناك شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة العقل، لابد على هذا الشخص أن يكون في عقله قائم، يستطيع أن يقوم على بشؤونه، لأن المجنون أو المعتوه أو السفيه لا يستطيع أن يقوم بشؤونه، فبطبيعة الحال أن الحضانة تمنع عنه. لأن السفيه إذا قدمنا له طفل والطفل هذا كن من حوله للحاضن الولاية راح يتصرف في الأموال تاع الطفل. السفيه يبذر، يعني نعطي لك هذا الدرجة تاع السفيه الذي يقل عن المجنون، تمنع عنه الحضانة. هذا من ناحية العقل. أيضا القدرة، إذا كان الشخص غير قادر، يعني المادية أم القدرة؟ القدرة البدنية الجسدية. إذا كان شخص كبير في السن وما يقدرش يقوم بشؤونه، فهذا لا يمكنه من قيام بشؤون طفل صغير. والقدرة المادية يحضنه. القدرة المادية أيضا تقدير القاضي. في تقدير القاضي. نجول للشرط أيضا الثالث الذي يجب أن يتوفر في الشخص، أن يكون معروف عليه بالأخلاق الحسنة، أنه لا يترك هذا الطفل يروح الانحراف، لأنه إحنا رانا نتمناه في الحاضن هذا باش يربي لنا الطفل يكون صالح في المستقبل. نعم. هذا كشرط عام، هذه كشروط عامة. الشروط الخاصة، هناك شروط تتعلق بالنساء والرجال. النساء لا تكون محرمة على هذا الحاضن المحظون، عفوا
النساء ما نجيبوش حنا الطفل نقدموه لابنة عمه او ابنة خاله لكي تحضنه. هذا بالنسبة للنساء، لان وعلاش نقول لك هكذا؟ لان المرأة اذا كان عندها الام اذا كانت حاضنة وتزوجت بغير قريب محرم فإن الحضانة تسقط عنها. لهذا الشأن يعني قلت لك بأن المادة وضعت لنا شروط بالنسبة للنساء والرجال، وخاصة الرجال، يعني ما نقدروش حنا نمدوا طفلة يربيها ابن عمها، هو محرم عليها. نعم. ابن عمها أو ابن خالها. لهذا المادة 64 من قانون الأسرة قد أعطت لنا المراتب أو ترتيب تاع الحضانة، من له أولوية الحضانة، كيف يكون ترتيب؟ كيف المادة 64 قلنا بأن الأولوية للحضانة للأم ثم للأب، احنا قديما كانت للخالة ولكن بعد التعديل أصبحت للأب ثم للأم، الجدة للأم، يعني بعد الأب دي الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الخالة ثم العمة ويصبح تدرج، يعني ممكن أن يتغير درجة القرابة. ممكن في هذه النقطة بالتحديد يمكن أن يتغير هذا الترتيب في حالة إخلال بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62. أكيد احنا المادة 62 راي عطتنا او نتحدث ممكن بامثله واقعيه، امثله من القضايا المتداوله ممكن في المحاكم الجزائريه، هل تم تغيير هذا الترتيب بسبب اخلال؟ ما هي مجمل الحالات؟ احنا دوك نعطي لك اذا استسمحت احنا هذه نتكلموا عليها فيما يخص اسناد الحضانه. نعم. في دعوى اسناد الحضانه نحن في الحكم الاولي اللي يكون يصدر القاضي بعد الطلاق تكون الأولوية للأم هكذا. نعم. ثم بعدها تنتقل ثم بعدها نعم. نعم ثم بعد الأم إذا كانت الأم لم تقم يعني ما شروط غير متوفرة فيها فإن الطالب للحضانة يرفع دعوة مستقلة لإسقاط الحضانة وإسنادها له. وهنا المشرع الجزائري أعطى رغم الصلاحيات التي أعطاها لقاضي شؤون الأسرة أعطى له الصلاحية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المادة 425 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أعطت الصلاحية للقاضي شؤون الأسرة بأن يستعين بخبراء ومساعدين اجتماعيين وأطباء لكي يستشيرهم في وضعية هذا المحظون، هل يعني راه في حالة يعني يمكن أن تستمر مع ذلك الحاضن الأول أم حط لنا تقرير ليتم إسقاطها؟ يعني مصلحة المحظون تؤخذ بعين الاعتبار. بعين الاعتبار أكيد. وحتى المادة كاين قلت لك المادة 425 من قانون الإجراءات المدنية وكاين المادة 454 تعطي أيضا للقاضي أو النيابة أو من له مصلحة الأب بأن يطلب التحقيق والسماع، سماع من؟ سماع القاصر، سماع الأب، سماع الأم، لكي نصل إلى مصلحة المحظون. تحديد وضعية. أكيد نعم. نعم. وإحنا في هذه الإسقاطات سقوط الحضانة بالنسبة للذي يتولى للحاضن هناك عدة نقاط. نعم. تربط يعني جينا في هذا الموضوع. أولا كما قلت أنها في حالة تزوج المرأة بقريب غير محرم. بغير قريب محرم عفوا في حالة الإخلال، يعني في حالة قريب محرم لا يطرح إشكال. قريب محرم لا يطرح. نعم. إشكال، يعني حتى نفصل في هذه النقطة يعني مهمة جدا. محرم. ولكن نعم. إذا كان أجنبي هنا تسقط عنها الحضانة. ونجي وإحنا نتكلموا في حالة سقوط الحضانة تكون في حالة كما قلت أن في حالة الإخلال وفي حالة تغير الحالات بالنسبة للمحظون، سواء أن الحاضن يغادر المسكن أي يغادر البلد عفوا، فإن المادة 69 قد أعطت للقاضي أن يراعي هنا مصلحة المحظون. إذا كانت المرأة الحاضنة راح تغير البلد فإن هنا التقدير يعود لقاضي لكي يقدر مصلحة المحظون. لماذا؟
لان احنا نقول بان هناك بعض النساء يسافرن كثير، يعني يسافروا ويخرجوا خارج الوطن، هذا لم يسقط عنهم الحضانه. نعم، نتحدث يعني عن الاستقرار خارج الوطن. إيه، ولكن استقرار كذلك اعطت الماده 69 للقاضي ان يقدر هنا مصلحه المحظون. اذا كان شاف ان وجوده مع امه له مصلحه فانه يتركه مع امه. فاذا لم تكن هناك مصلحه فانه يسقطها عنها الحضانه. وحنا الحضانه هذه كنا نتكلموا عليها فيها عندنا اثارها. الاثار تاع نعم، اي اثار اسناد الحضانه؟ هذه الاثار تاع الحضانه عندنا الولايه. الولايه والزياره. وايضا النفقة. توفير المسكن والنفقه. احنا في الولايه، ما المقصود بالولايه؟ الولايه هي سلطه يقررها القانون لشخص لكي يتصرف. نعم. للحاضن لكي يتصرف، للحاضن يتصرف في اموره القانونيه. يعني اذا كان عنده مال هذا المحضر فيما يخوله له القانون، يخوله القانون. نعم، يتصرف له الولايه. واليوم الحمد لله انه الاحكام القضائيه كلها، الاحكام القضائيه كلها تحكم بالحضانه والولايه في آن واحد. يعني باش ما يكونش مشكل للام ولا الحاضن يكون عنده مشكل بعد غد ولا بعد يعني في السنوات اللي يكون هو يحضن هذاك الطفل، يروح لازم يحوس على الوالد تاعو باش يوقع له وثائق لانه هو الولي على هذا. نعم. الابن. يعني هذه من ناحيه الولايه. والزياره، الزيارة كيف ممكن تكون؟ نتحدث عن الولاية، يعني لما تكون الأم هي الحاضنة لهذا المحضون أو لهذا الطفل تصبح الولاية في ولاية ليس في يد الأم. لا نعم، ما عندهاش إشكال، يمكن أن تتصرف في أمور الشخصية. نعم، للطفل أو للمحضون فيما يخوله لها القانون، وتتصرف في ماله وكل ما يسمح دون الرجوع إلى الأب. دون الرجوع إلى الأب. وحتى اليوم راهم النساء يسافرن بدون الرجوع إلى الأب. نعم، يتدي معها فقط الدفتر العائلي والحكم وتخرج عادي. يعني كان هناك بعض الإشكالات تعليمات على مستوى المطارات، ولكن اليوم راهي تسهلت الأمور. نعم. وهذه يعني نتركها كلها لمصلحة المحضون. إذا شفنا باللي تغيرت الأمور يطلب الشخص الذي يطلب إسقاط الحضانة يرفع الدعوة. سنتحدث أيضا عن إسقاط الحضانة. وحنا هذه الولاية، الولاية كأثر من آثار الحضانة. وهناك الزيارة، الزيارة الزيارة ما الذي تسند له الحضانة بطبيعة الحال لا يمنع الطرف الآخر من زيارة ابنه، تسند للطرف الآخر الزيارة. والزيارة لم يحددها القانون بل تركها للقاضي. الكثير من الإشكالات تطرح في هنا موضوع إشكالات. الزيارة الحكم يجي الحكم القضائي، الحكم القضائي يمنح الزيارة للأب. نعطي لك مثال، يعطي الزيارة للأب في العطل الأسبوعية، يعني من الجمعة إلى السبت، يعني الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى الخامسة مساء. يعني الأوقات محددة قانونا. هذه محددة قانونا، ولكن إذا كان يعني أكثر من 3 سنوات، إذا كان الطفل رضيع راهو يرضع، هنا في هذه الحالة ما نقدروش نعطيه للأب تاعو من الجمعة من 9 الصباح إلى الخامسة مساء يوم السبت، يعني يديه ساعتين. ولكن هنا القانون ما عطاناش المكان، ما عطاناش، ما حددناش الطرق، هل اين يتم الزياره، ما هو وقت الزياره، الاماكن. لهذا احنا يعني عندنا بعض الفراغات كنقول المسافه الذي يكون فيها الحاضن ساكن، يعني الحاضن يكون ساكن بعيد على المحضون. عفوا. نعم. الحاضن يعني الام الحاضنه تكون الطرف الآخر. تكون بعيده عن الطرف الاخر. هنا الطرف الآخر يعني يتعسر عليه الأمر باش يزور الإبن تاعو. هنا كان هناك منحة في الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا في 1987 على ما أظن، اجتهاد المحكمة العليا نحى منحة المذهب المالكي. المذهب المالكي الذي يقول بأن المسافة تكون بين الزائر والحاضنة ما تجاوزش 6 برود. 6 برود هذه بالتقدير الحالي هو 123 كيلومتر. يعني ما نكونش احنا الاب يسكن في الجزائر العاصمه يروح يزور الابن تاعو في شلف، يعني راهي اكثر من 123 كيلومتر. في هذه الحاله احنا نبحثوا على الاليات التي في المستقبل التي تحدد هذه النقاط
من زيارة وفي مكانها في المكان الذي يجب الزيارة والمسافة. تسهيل الأمر. وإحنا الإشكال الذي نزيد نتكلموا فيه على الزيارة هو إحنا كيكون الأب يحب يزور الابن تاعه في نهاية الأسبوع، يحب يزور الابن تاعه ويمنع ذلك عنه، سواء يعني ما يكونش تفاهم بين الزوجين أو أن الطفل يعني تغيرت عليه الأمور. نعم. هنا الأب يكون في مشكل، كيف ذلك؟ كيف يثبت أنه لم يزر الابن تاعه؟ نعم. لازم له ينتظر الأسبوع القادم، يدير أمر على عريضة أمام رئيس المحكمة المختص إقليميا لكي يرخص له، يرخص لمحضر قضائي باش يتنقل معاه في نهاية الأسبوع، يعني خارج أوقات. نعم. العمل، لأنه المحضر القضائي ما يقدرش يجيك بالجمعة والسبت، أي خارج أوقات العمل، لازم يجيه إذن عند رئيس المحكمة لكي يخرج في ذلك اليوم. ومن بعد كي يجي يخرج الابن هذاك، كي يجي يخرج الوالد مع المحضر القضائي، يمكن في ذلك اليوم يتم تسليم الطفل. نعم. بعد هنا الأب يكون في إشكال يعني كبير، يعني هذه الإشكالات وهذه العراقيل يعني إلى حد الساعة ما زلنا نعانيهم في هذه القضايا تاع الزيارة. نعم. والحضانة. نعم. ممكن كسؤال أخير، نتحدث ممكن عن التطبيقات القضائية للحضانة، ونتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي الدعوة إسقاط. حدثنا عن دعوة إسنان، حدث أيضا عن دعوة إسقاط الحضانة. نعم، دعوة إسقاط الحضانة كما تقدمنا من الأول، كما تقدمنا. نعم. في الشرح تاعنا، أنه بما أن المادة القانونية 62 تعطي، عفوا 64 تعطي الأولوية للأم، فإن الحضانة للأم، فإنه يمكن إسقاطها بدعوة مستقلة، والدعوة المستقلة هذه تكون إذا أخلت بالشروط المذكورة في المادة 62. فهنا كما ذكرت لكم أن القاضي له إمكانية أن يستعين بخبراء وأطباء ومساعدين اجتماعيين لكي يقدروا أين هي مصلحة المحضون، هل يبقى مع الأم تاعه ولا يروح مع الأب تاعه. وحتى المادة 454 التي تكلمت لنا على إمكانية مساءلة أو عفوا التحقيق مع الطفل القاصر، هذه يأخذها القاضي بعين الاعتبار. نعم. لإسقاط الحضانة باعتباره المعنى الأول. أكيد هو بما أنه هو المعنى الأول الأساسي. والطرف الأساسي، والقاضي يعني يقوم بحمايته. نعم. بأن يقدر مصلحته. احنا النقاط التي يمكن إسقاطها كذلك كما تكلمت لكم على السفر المرأة، خروجها خارج الوطن، استقرارها خارج الوطن، استقرارها خارج الوطن، هذا أيضا يدخل في أحكام المادة 69، تعود للقاضي لكي يقدرها. تزوجها بغير قريب محرم، هذه أيضا تسقط الحضانة. إخلال بهذه المادة 62 كلها ترمي بنا إلى أو تدفعنا إلى رفع دعوى إسقاط الحضانة. وفي الأخير كل هذه المواد كما قلت لك تتكلمنا على مراعاة مصلحة المحضون. أكيد، والهدف دائما هو تقديم كل الرعاية والحماية اللازمة للمحضون. للمحضون. نعم. الأستاذ علي بوزنبراك محامي معتمد لدى المحكمة العليا، كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل والشروحات التي وافيتنا بها. نعم، مشكورين وشكركم على هذه الاستضافة وفرصة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ. مشاهدي الأفاضل، مستمرون معكم دائما لكن بعد هذا الفاصل.
أرحب بكم مجددا مشاهدي الأفاضل. الآن نتحدث عن التطورات التكنولوجية المتلاحقة المتسارعة والمتزامنة مع الثورة المعلوماتية، والتي أفرزت واقعا مغايرا تلعب فيه التكنولوجيا الحديثة دورا كبيرا في جميع مناحي حياتنا، الأمر الذي يتطلب ضرورة مواكبة هذه التطورات من خلال تكوين أجيال متحكمة في تقنياتها، قادرة دائما على تحقيق النهضة التكنولوجية المبتغات، متعطشة دائما لوضع الجزائر في مصاف الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا. للتفصيل أكثر في هذا الموضوع تشرف بحضور السيد مزروع محمد مختار، ورئيس جمعية جيل التكنولوجيا لولاية ولاد جلال. صباح الخير سيدي، مرحبا بك معنا. شكرا، بارك الله فيك. معك مزروع محمد مختار، رئيس جمعية جيل التكنولوجيا ولاد جلال. تأسست الجمعية يوم 10 أكتوبر 2023، نهتم بتعليم الأطفال أو نشر المعرفة التكنولوجية. نعم، في هذه النقطة بالتحديد تحدثنا عن التطورات التكنولوجية التي أفرزت واقعا مغايرا. الآن التحدي في تكوين أجيال تواكب هذه التطورات. بداية نتحدث عن جمعية جيل التكنولوجيا، مبادئها وما هي الأهداف التي تسعى إلى الوصول إليها؟ أهدافنا هي نشر المعرفة التكنولوجية بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة الأطفال والشباب. نسعى إلى تمكين جيل صاعد متحكم تكنولوجيا، لأنه كنا نشوف في الآونة الأخيرة أنه أصبح الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. بهذه المهارات راح يكتسب ولا نصنع جيل عنده ميزة تنافسية في عالم الشغل مستقبلا بإذن الله. نعم، نتحدث هنا في هذه النقطة بالتحديد ما هي البرامج المقدمة لهذا الجيل من أجل جعله يواكب هذه التطورات التكنولوجية؟ خلال برامجنا احنا نقررهم برمجة وروبوتيك وذكاء اصطناعي وإلكترونيك. برامجنا راح تتقسم على حسب الفئة العمرية للطفل، عندنا من 3 سنوات ل5 سنوات، هذم أطفال الروضة عندهم برنامج خاص بهم وروبوتات خاصة بهم. عندنا من 5 سنين حتى ل12 عام، ثاني هذم عندهم برنامج خاص بهم، وعندنا من 12 عام حتى 18 عام عندهم برنامج خاص بهم. أكثر تفاصيل حول هذه الروبوتات التعليمية، كيف يتم استخدامها استغلالها في تنمية قدرات الفكرية للأطفال؟ مثلا فئة الروضة عندنا روبوتات اسمه بيبوت، وعندنا أمتيني، هذم يعلموهم المبادئ الأساسية الأولى للبرمجة والروبوتيك، يعني راح يتعلموا كلش، يعني تعلم بصري حسي، يعني يعلموهم الاتجاهات، كيف يحرك روبو، كيف راح يدير اول خطوات في البرمجه تاعو باذن الله. هل هنالك ممكن تنسيق بينكم وبين مختلف الفاعلين في هذا المجال مع المؤسسات التكنولوجيه، مع المؤسسات التعليميه؟ جيد، احنا عندنا شراكه مع منظومه الروبوت التعليمي، وراني عضو ممثل ولايه ولاد جلال في منظومه الروبوت التعليمي الجزائر. ثاني المنظومة تهتم بتعليم الأطفال البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي بإذن الله. كيف يساهم أو كيف تساهم الجمعية في تكوين جيل من الأطفال، جيل من الشباب المبتكر أو بتفكير إبداعي وابتكاري أيضا؟ تعليم البرمجة ليست هي تعليم مهارات تقنية بس، هي تعليم الأطفال كيف يفكروا ولا كيف يديروا تحليل للمشكلة ثم إيجاد حلول منطقية للمشكلة. هنا راح نجعلوا الجيل هذا ولا الأطفال مثلا كي نعودوا نقروا فيهم، ما نش نعطيهم كلش نظرية، راح نعطيه مشكلة وراح نحطه في نص المشكلة ونخليه هو يتصرف كيف يلقى الحل هذه المشكلة. نتحدث بطريقة عملية، ما هي الطرق المعتمدة، ما هي التقنيات الحديثة المستعملة والمستخدمة من قبلكم في تطوير هذه القدرات العقلية والتفكيرية والإبداعية والابتكارية أيضا للأطفال؟ عندنا مثلا تصميم الروبوتات، خلوه يصمم الروبو، يعني راح يدخل فيها التصميم والبرمجة وحتى الإلكترونيك. يعني هنا نقروا الأردوينو، الأردوينو هذا فيه بطاقة أم، وعندنا ديكابتور أخرين نخلوه كيفاه يوظف هذم لي كابتور باش يؤدوا مهمه معينه. مثلا عندنا المنزل الذكي، عندنا السياره الذكيه، هذم كامل راح نخلوه هنا، ولكن مش يصنعها فقط، لا بالعكس، احنا نخلوه يصنعها ويعطيني وين راح نوظفها، كيفاه راح تساهم في حياه اليوميه للفرد، كيفاه المشكله هذه راح نحلها انا.
كيف تقيمون استقطاب الأطفال لهذا العالم أو عالم التكنولوجيا الحديثة واستخدام هذه التقنيات الحديثة كالروبوتات التعليمية والذكاء الاصطناعي ليس فقط في تنمية قدراتهم التفكيرية وإنما أيضا كما تفضلت في أيضا تنمية قدراتهم في التفكير المنطقي والتحليل لمختلف المشاكل وإيجاد حلول نوعية لها؟ احنا نضمنوا ولا نخلوله القاعدة الأساسية اللي راح ينطلق منها، لأنه الطفل اليوم هو مهندس الغد. نعم. عندما تكون عندنا قاعدة تكنولوجية مبنية صحيحة راح يكون هذا الفرد في المستقبل قادر أنه يصنع حل ولا يبتكر مؤسسة ناشئة ثانية. يعد عنده القدرة أنه في التخميم تاعه يكون عنده زاد معرفي يخليه ينشئ ولا يخليه يكون فرد صالح في المجتمع. نعم، ممكن في هذه النقطة بالتحديد نتحدث بطريقة عملية مجمل الأطفال والشباب الذين قمتم باستقطابهم، كيف تقيمون مستواهم؟ ما هي مجمل ممكن المشاريع؟ ما هي مجمل الأفكار التي قاموا بتجسيدها على أرض الواقع والتي سيكون لها قيمة مضافة في هذا المجال؟ في ولاية ولاد جلال حاليا عندنا 36 طفل راح يقرأ عندنا. الأعمار؟ أعمار من 5 سنوات حتى 14 عام. حتى 14 عام. جيد، هذا اللي رانا معهم. كنا شاركنا في مسابقات وطنية مثل المسابقة السادسة للروبوت والذكاء الاصطناعي، دينا جائزتين فيها. عندنا ماذا كان مضمون هذه المسابقة؟ تحدي فيما تمثل، بمعنى أنه هذه المسابقة نظمتها منظومة الروبوت التعليمي بالشراكة مع جامعة لورانس التكنولوجية الأمريكية. نعم، سموها روبوفست. فيها عدة مسابقات للداخل، منها بطل سومو، منها روبو آرت إكزيبيشن، يعني الاختراعات. نخلو هنا الأولاد كل عام عندهم موضوع راح يديروا عليه، مثلا موضوع العام اللي فات كان على الفن، أنه نخلو الطفل وكيفاه يزيد إضافة في الفن من الجانب التقني، يعني كيفاه يخدم روبو يفيدنا في الفن. مثلا كانوا صنعنا روبو اللي هو نعم يرسم تجريديا. نعم، نخلوه بعشوائية يرسمها. عندنا ثاني أفلال اللي هي فيرست ليجو ليج، وعندنا سنة بإذن الله حيكون الأمرسي اللي هي الأولمبياد العالمية للرياضات بواسطة الروبوت والذكاء الاصطناعي. إن شاء الله راح تكون التصفية الوطنية في نهار 26 و 27 ديسمبر هذا السنة، وتكون النهايات تاعها نهار 11 ل 14 ابريل في اليونان باذن الله. نتمنى لكم كل التوفيق في مختلف المسابقات الوطنيه ومستقبلا ايضا في مختلف المسابقات الدوليه. مزروع محمد مختار، رئيس جمعيه جيل التكنولوجيا لولايه ولاد جلال، كل الشكر لك. شكرا، بارك الله فيك. يعني كل التوفيق على مجهوداتكم الكبيره. اذا مشاهدي الافاضل مستمرون معكم دائما ضمن فقرات برنامجي هذا الصباح، لكن
أهلا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل. الآن في العمل الجمعوي سنرصد الجهود الكبيرة لتعميم استخدام الدفع الإلكتروني عبر كافة المتاجر، وهذا مع مطلع العام الجديد. في هذه الفقرة سنرصد مرافقة منظمات حماية المستهلك لهذه الجهود من خلال الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة المستهلكين ولفائدة التجار أيضا، تبيانا للأهمية القصوى والفائدة التي ستعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني. التفصيل أكثر في هذا الموضوع تشرف بحضور السيد فادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه. صباح الخير سيدي، مرحبا بك معنا. صباح النور، سعيد جدا بالتواجد في هذا الصباح دائما. إذا بداية نتحدث عن مشروع، هذا المشروع في تعميم استخدام الدفع الإلكتروني عبر كافة المتاجر مع مطلع العام الجديد. نبدأ ونقول أنه التكنولوجيا المستقبل للتكنولوجيا، شئنا أو أبينا، أو كانت هناك قوى مقاومة من أجل يعني تأخير هذه العملية، لكن احنا رح نروحوا لأنه يعني فاتتنا عدة دول في هذا المجال. المستهلك في هذه الدول قارحته مع عمليات الدفع الإلكتروني. الآن نحاول دائما أن نقنع طرفين المعادلة، لأنه في هذه المعادلة الدفع الإلكتروني كاين تاجر وكاين مستهلك. إذا أقنعنا المستهلك بمزايا الدفع الإلكتروني وفوائد الدفع الإلكتروني بالنسبة له كمستهلك، أكيد رح يطالب بها. وأيضا من جهة أخرى لازمنا نقنع التجار بمزايا الدفع الإلكتروني، لأن التاجر أيضا بالدفع الإلكتروني سيستفيد من كثير من الأمور. لكن للأسف قوى المقاومة اللي تحب دائما أنه يكون هذاك الاقتصاد أو التجارة الغير شرعية وما إلى ذلك، تحاول دائما ترهيب التاجر من الدفع الإلكتروني وعمليات الدفع الإلكتروني بحجة أنه هذا الدفع الإلكتروني راح تكون يعني فيه ضرائب ما إلى ذلك. يعني دائما نشوفه أنه سنوات سابقة لما كان به يعلم المشاهد الكريم، أول عملية لتعميم الدفع الإلكتروني كانت في 2021 على أساس التعميم، فغرف تجارة وصناعة على المستوى الوطني كامل دارت لقاءات مع التجار من أجل سماع صوت التجار وبالمقابل إقناعهم بمزايا الدفع الإلكتروني. سمعنا كثير من الأمور، وهذا العمل يعني جيد جدا لما تسمع الطرف الآخر تحاول أنه تصحح له المفاهيم. والحمد لله بدأوا عدة تجار يوفروا نهائيات الدفع في محلاتهم دون إلزام، لأنه الإلزام الآن 31 ديسمبر 2024 حيكون الإلزام على كل التجار، لكن بقات يعني بعض الأصوات اللي تحاول دائما عرقلت ما يتم نصه من تشريعات أو قوانين أو مبادرات من طرف السلطات العمومية. وإحنا رحنا المقاربة في المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه. ماذا تقول هذه المقاربة؟ تقول لو أقنعنا المستهلك في حد ذاته أنه الدفع الإلكتروني جيد بالنسبة له، بالنسبة لميزانية الأسرة تاعه، بالنسبة لأمان الغلاف المالي تاعه، فالمستهلك راح يروح المحل ويطلب الدفع الإلكتروني. إذا ما لقاش الدفع الإلكتروني حيتحول لمحل آخر. لأن التاجر لما يشوف الزبون الأول يسأل عن الدفع الإلكتروني وما يلقاش يروح عند جاره، الثاني نفس الشيء، الثالث، التاجر يحاول دائما توفير الخدمات لزبائنه للحفاظ وتكبير قاعدة زبائنه. فهنا التاجر يبدأ يخمم مع روحه، يقول أنا بدون دفع إلكتروني أو نهائيات الدفع الإلكتروني راني قاعد ننظر زبائن بزاف قاعدين يروحوا لي. لذلك هو يروح وحده ليتصل بالمؤسسة البنكية أو يعني بريد الجزائر لتوفير نهائيات الدفع، ويقدم هذه الخدمة للمستهلك باه يحافظ على الزبائن تاعه. ممكن في هذه النقطة بالتحديد نتحدث عن جهودكم في مرافقة هذا التوجه وهذا المشروع من خلال التغلب على الكثير من هذه التحديات وتوعية المستهلكين والتجار على حد سواء؟ أكيد احنا يعني عملنا يعني منذ سنوات، لأنه قلت لك أنه 31 ديسمبر 2021 كان المشروع للتعميم، ثم مدد إلى 31 ديسمبر 2022، وبعده يعني تم فتح المجال الآن إلى حين يعني استكمال البنية التحتية لكل، لأنه لما تعمم لازم تحسب في حسابك أنه بعض المتاجر في مناطق نائية، بعض المتاجر يعني ما توفرش عندها نهائيات الدفع الإلكتروني، لأنه من ميزات يعني من قواعد الدفع الإلكتروني توفر نهائي الدفع الإلكتروني اللي هو التي بي
فمن اجل يعني زياده الكميات وتوزيعها على احنا نحكيوا على ملايين التجار مؤسسات تجارية، فمن أجل توزيعها بطريقة أنه تكون موجودة هنا يعني تم زيادة في المدى حتى لا نضر التاجر في حال ذاته. لكن نقول أنه البداية المؤسسات العمومية وفرت نهائيات منذ سنوات، نهائيات الدفع، أيضا الوكالات التجارية وفرت، والآن قبل شهر تقريبا بداية إطلاق يعني الدفع البيني عن طريق الهواتف الذكية. يعني لما يكون الدفع البيني عن طريق الهواتف الذكية، نهائية الدفع أو تي بي يو ما نحتاجهمش، وهذا الأمر اللي راح يزيد ويشجع على انتشار يعني عمليات الدفع الإلكتروني. بالنسبة للمستهلك، احنا طموحنا في الجزائر كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أنه الموظف في الجزائر لما تنزل شهرية تاعه في الحساب ما يروحش يدير لاشان ويسحب كامل المرتب الشهري ويحطه في جيبه ويتسوق به. علاه نتسوق به ولا نجبده من المؤسسة البنكية أو المؤسسة المصرفية أو من بريد الجزائر؟ دراهمي راهم محطوطين في البنك في أمان، هذه النقطة الأولى. ما كانش يعني في المؤسسة البنكية أو المؤسسة البريدية ماش راح يتم سرقة هذه الأموال. بعد ذلك هو عنده بطاقة يحافظ على سرية الرموز السرية تاعها ويستعملها في أي مكان باقتناء مشترياته. ممكن في هذه النقطة بالتحديد تحدثت عن المستهلك، نتحدث عن أمر مهم جدا هو التخوف عند بعض المستهلكين خصوصا من حيث أمان هذه العملية، الخوف من القرصنة أو الاختراق. كيف تعملون على توعيتهم وطمأنتهم أيضا بأهمية وفعالية وأمان هذه العملية؟ شوف خويا عبد الجليل، احنا كمنظمة عندنا مشروع مع المنظمة العالمية لحماية المستهلك على أساس نديروا ملتقى دولي في الجزائر حول يعني بنكية المواطن أو المستهلك. بدينا بلقاءات مع مؤسسات البنكية. التأكيدات اللي وصلتنا وإحنا متأكدين منها أنه مستويات الأمان بالنسبة للبطاقات البنكية أو البطاقات البريدية في الجزائر راهي من أعلى المستويات. يعني كيقولوا الجزائر مثل الأمان اللي موجود في الجزائر مثل الأمان اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر الدول الأوروبية تطورا. هذا الأمر ما يلعبش فيه بنك الجزائر، يعني حتى العروض اللي تقدمها البنوك يعني كعروض ترويجية جديدة كون ما تمرش على بنك الجزائر ويتم التأكد أنه سلامة وأمان هذه العروض ما يخليوهمش يسوقوها في السوق. لذلك الأمان 100%. لكن لما نقولوا الأمان على المستهلك في حد ذاته، مش البطاقة البريدية تاعو يجي شخص خرف خلف يعني شاشة كمبيوتر يطلب منه رقم البطاقة البريدية ويقول له. لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وهي رسالة طمأنة أيضا للمستهلكين حول أمان هذه العملية. السيد فادي تميم المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيكم الصحة. شكرا. إذا مشاهدينا الأفاضل مستمرون معكم، الآن أنتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار مع موجز لأهم الأنباء في تقديمه سهيلة الحواسنية. صباح الخير سهيلة. صباحك سعيد عبد الجليل، صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد الجينيريك. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر. الموكب الرئاسي المقل لضيف الجزائر استقبلته كوكبة من فرسان الحرس الجمهوري عند مدخل مقر رئاسة الجمهورية الذي تزينت ساحاته برايتي البلدين. ليخص رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة سيد سيريل رامافوزا باستقبال رسمي من قبل أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مرحبا بفخامته في استقبال يليق بمقام ضيف الجزائر وبمستوى العلاقات بين البلدين.
الاستماع إلى النشيدين الوطنيين لكلا البلدين وتحية العلم. استعرض رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة أخيه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا تشكيلات من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، أدت لهما التحية الشرفية. ليأخذ بعدها الرئيسان صورة تذكارية أمام الصحافة الوطنية والدولية. ليصافح بعدها ضيف الجزائر مستقبليه من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة الممثلين لعدد من القطاعات الحيوية والهامة التي يعول عليها الجانبان من أجل الدفع بالتعاون الثنائي قدما وتمتين علاقات الشراكة وتوطيد الروابط وتوحيد الرؤى والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك استنادا إلى المبادئ المشتركة في الدفاع عن الحرية والعدالة والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. من جانبه صافح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا. ضيف الجزائر رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا اطلع على محطات من تاريخ الجزائر المستقلة. وبعد مراسم الاستقبال الرسمية تحدث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على انفراد مع نظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ترأس رفقة أخيه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بين البلدين. وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتوطيد التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالدفاع والدبلوماسية، الاقتصاد، الطاقة، الفلاحة والتنمية المستدامة. وبالمناسبة تم التأكيد على أهمية ترجمة الإرادة السياسية المشتركة التي تحث قائدي البلدين إلى تجسيد مشاريع عملية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتعزز مكانة الجزائر وجنوب إفريقيا في الساحة الإفريقية والدولية. المحادثات المكثفة والمثمرة توجت بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. إعلان مشترك بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عن الجانب الجنوب إفريقي السيد سيريل ماتاميلا رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا.
الرئيسان ترأسا مراسم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم في عديد القطاعات الحيوية والهامة. شملت مذكرتي تفاهم بين المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي ومجلس الأبحاث الزراعية لجنوب إفريقيا، وبين الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الفضائية الوطنية لجنوب إفريقيا، وكذا مذكرتي تفاهم بخصوص التعاون في مجالي المقاولاتية والابتكار وحول التعاون الاقتصادي، وبروتوكول حول التعاون في المجالين القانوني والقضائي، إضافة إلى التوقيع على محضر الدورة 7 للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا، وبيان مشترك في ختام زيارة الدولة والدورة 7 للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا. عقب ذلك أدلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتصريح صحفي مشترك رفقة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا. رئيس الجمهورية أكد أن انعقاد الدورة 7 للجنة العليا الثنائية للتعاون بالموازاة مع منتدى رجال أعمال البلدين يعطي دفعا للعلاقات الثنائية ويسهم في ترقيتها. ترأسنا اليوم معا الدورة 7 للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري جنوب إفريقي وبالموازاة مع إشرافنا على أشغال هذه الآلية الدورية، انعقد منتدى الأعمال ليكون فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية. من جانبه ثمن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا النتائج المنبثقة عن اجتماع الدورة 7 للجنة العليا الثنائية للتعاون، مؤكدا العمل على رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين. لقد اختتمنا إذن بنجاح أشغال اللجنة المشتركة 7 بين حكومتينا، ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أبدي سروري أنا والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لما تضمنه التقرير الوزاري المفصل والمتعلق بتقدم قطاعات التعاون الرئيسية بين البلدين. هذه اللجنة المشتركة تمثل آلية تسمح لنا بتقوية وتوسيع علاقاتنا التجارية ورفع حجم المبادلات التجارية. لقد اتفقنا على رفع حجم هذه المبادلات، وهذا من خلال تطبيق منطقة التبادل الحر والتي ستسمح بتطوير الاستثمارات والتجارة بين الدول الإفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدين محوريين في أفريقيا، الجزائر وأفريقيا الجنوبية. وبمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إلى الجزائر، قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني إزداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني برتبة أثير لأخيه السيد سيريل رامافوزا، نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب إفريقيا حكومة وشعبا، إكبارا وتنويها بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي.
بمناسبة زيارة الدولة التي يباشرها إلى الجزائر فخامة الرئيس سيريل ماطاميلا راماپوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني منح أخيه فخامة الرئيس راماپوزا وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبقصر الأمم بنادي الصنوبر ألقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل راماپوزا خطابا أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين في دورة غير عادية تطرق فيه إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أكد أن المجتمع الدولي ملزم باحترام المواثيق التي تكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وحريته، مشيدا بمواقف الجزائر في مجلس الأمن. Algeria and South Africa need to stand firm. الجزائر وجنوب إفريقيا يجب أن يواصلا الالتزام بدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. Applaud Algeria for its unwavering support. نحن نشيد بالدعم الدائم للجزائر لنضال شعب الصحراء الغربية قصد تمكينه من تقرير مصيره. يجب أن نذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الصحراء الغربية. International law must be upheld. يجب احترام القانون الدولي وقيم ميثاق الأمم المتحدة. جنوب إفريقيا تذكر وتجدد نداءها بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر تمثيلا وأكثر واقعية. ونشيد بمواقف الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن. نحن نشكركم على مواقفكم المشرفة. دوليا وبفلسطين المحتلة تتواصل حرب الإبادة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، 4 شهداء من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال الصهيوني، ليرتفع عدد الضحايا إلى 22 شهيدا من بين 63 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أمس في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. كما اقتحمت قوة الاحتلال الصهيوني مجددا مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع وأجبرت المرضى والجرحى على مغادرته. في الرياضة ولحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، يستقبل اليوم فريق مولودية الجزائر فريق يونغ أفريكانز التنزاني بملعب 5 جويلية الأولمبي ابتداء من الساعة 8 مساء، فيما ينزل شباب بلوزداد ضيفا على نادي ستاد أبيجان الإيفواري. بهذا الخبر الرياضي نختم الموجز. العودة إلى الزميل عبد الجليل وما تبقى من فقرات برنامج هذا الصباح، إليك عبد الجليل.
شكرا زميلتي سهيلة. عدنا إليكم إذن مجددا مشاهدي الأفاضل في آخر ساعة من فقرات برنامج هذا الصباح. حديثنا الآن في مجال المقاولتية عن الجهود الكبيرة لتعزيز الفكر المقاولتي وريادة الأعمال والابتكار في أوساط الطلبة والشباب من خلال تقديم كل سبل الدعم والمرافقة والتكوينات التي يحتاجونها من أجل بلورة أفكارهم وتحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع، ليكونوا عناصر فاعلة مساهمة في جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات والقطاعات. للحديث أكثر في هذا الموضوع أتشرف بحضور السيد فتحي قاسمي والأمين العام لمؤسسة قادة شباب الجزائر. صباح الخير سيدي، مرحبا بك معنا. صباح النور سيدي، وشكرا لكم على الاستضافة. شكرا جزيلا لك. إذن البداية دائما بالحديث عن الفكر المقاولتي والجهود المبذولة لتعزيز هذا الفكر في أوساط الشباب والطلبة. نتحدث عن مؤسستكم، ما هي أبرز نشاطاتكم في هذه النقطة بالتحديد؟ أولا، مؤسسة قادة شباب الجزائر هي مؤسسة لها العديد من الإطارات والكفاءات لهم أعضاء في هذه المؤسسة، تعمل دائما على تطوير مهارات شبابية لدى الشباب الجزائري في عدة مجالات، منها مجال المقاولتية، مجال الدبلوماسية الشبابية، في مجال التكوينات، في أيضا التمثيليات الجزائرية على مستوى التظاهرات الخارجية التي دائما نتلقاو دعوات لها. اليوم المؤسسة قامت بالعديد من برامج التكوينية في هذه المجالات، وتطمح أيضا دائما إلى مواصلة هذا المشوار على جميع الولايات الوطن. اليوم لما نتحدث عن مجال المقاولتية والابتكار، لدينا مديرية خاصة بهذا المجال داخل المؤسسة، تعمل على تنظيم تظاهرات خاصة بالمقاولتية من أجل تحسيس الشباب و مرافقتهم في مجال المقاولتية، أيضا الحديث على أهمية إنشاء مؤسسات ناشئة والامتيازات تمنحها الدولة الجزائرية. نتحدث أيضا عن البرامج اللي نقوم بها من أجل نقولوا الماتشينج بين حامل المشاريع المبتكرة وأيضا المستثمرين. نحاول أيضا أن نطور برامج خاصة في هذا المجال من أجل تجسيد هذه الأفكار، ما تبقاش غير في المجال الفلاتيوريك، نتحدث عن تظاهرات ونتحدث عن الإيفنت، لكن نقوم بتطوير هذه المؤسسات، نرافقها من أجل تطوير خدماتهم وتطوير منتوجاتهم والخروج بها إلى الأسواق الوطنية وأيضا الأسواق الدولية. أيضا كان عندنا حديثا كان عندنا اتفاقية قامت بها ممثلتنا على مستوى ولاية باتنا مع جامعة باتنا من أجل صقل مهارات شباب الجامعي داخل الجامعة الجزائرية. نظن أنه هذا المشروع كان أولي، ونحن نعمل على تعميم هذا المشروع في جميع ولايات الوطن، أيضا في جميع الجامعات الجزائرية، من أجل مرافقة شباب الجامعي أو طلبة الجامعيين في العديد من المجالات، منها هذا المجال هو مجال المقاولتية. ممكن في هذه النقطة بالتحديد ونتحدث بطريقة عملية أنواع الدعم والمرافقة التي تقدمونها لهؤلاء الشباب المبتكر والطموح؟ ما هي أنواع هذه المرافقة؟ هنالك القبلية، الآنية، البعدية، ما هي أنواع هذه المرافقة وكيف تسهم في بلورة أفكار هؤلاء الشباب والعمل دائما على تجسيدها على أرض الواقع؟ نعم، مؤسسة قادة شباب الجزائر هي أولا هي مؤسسة ذات طبع جمعوي، إذا المرافقة أو الدعم اللي نقوم به يبقى دائما دعم معنوي ودعم أيضا بالأفكار، دعم ممكن تكويني أيضا. نعم تكوينات، يبقى الدعم المادي هو شيء آخر ما نقوموش به على مستوى المؤسسة، لكن نظن أنه أهم حاجة يسحقها اليوم حامل المشروع أو الشاب الجزائري أو الشخص الذي يفكر في الولوج إلى عالم المقاولتية هو كيف يبدأ هذا المشروع. نظن أنه بالتظاهرات اللي قاموا بها وأيضا في الجامعات مثلا قاموا دائما بتظاهرات في مجال المقاولتية ودورات تكوينية، نظن أنه هذه الأمور راح تنفع هذا الشاب من أجل تغيير الفكر، توجه إلى فكر مقاولاتي، وأيضا تكون عنده المعلومة ويستفاد من دعم الدولة الجزائرية، لأنه اليوم الدولة الجزائرية قامت بالعديد من البرامج الخاصة بالمقاولاتية من أجل تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة أو مؤسسات ناشئة. نظن أنه هناك الكثير من الشباب اللي ما عندوش علم بهذه القوانين وهذه التنظيمات وهذه التحديثات اللي قامت بها الدولة اليوم. نظن أنه هذه التظاهرات اللي قاموا بها حتكون فرصة لهذا الشباب من أجل معرفة ما تقدمه اليوم الدولة الجزائرية لفائدة شبابها، وأيضا كيف سيبدأ مشروعه. بعدها حتكون هناك دورات تكوينية نقوم بها أيضا من أجل في عدة تخصصات، مثلا في مجال المالية، في مجال التسويق. اليوم الشاب عنده مؤسسة، عنده فكرة، قام بإنشاء مؤسسته، لكن بعدها ما يعرفش يقوم باستراتيجية التسويق،
احنا نقدموا هذه الدورات التكوينيه. احنا ما استثنيناش ايضا قطاع التكوين المهني، لانه عندنا عديد من البرامج اللي قمنا بها مع قطاع التكوين المهني عبر مراكزه ومعاهده على مستوى ولايه الوطن. وايضا نظن انه هذا القطاع لديه كفاءات بشريه كبيره لنظنها انها تنجح في مجال المقاولاتيه. تحدثت عن نقطة مهمة جدا وهي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة من خلال الكثير من التسهيلات، التحفيزات، القوانين، قانون المقاولة الذاتي، الصيغ التمويلية، تمويل صندوق تمويل المؤسسات الناشئة. الكرة الآن في ملعب هؤلاء الشباب لإطلاق العنان لمختلفات المبادرات وبلورة هذه الأفكار وتجسيدها على أرض الواقع بما سيعود بالفائدة أكيد عليهم وعلى الاقتصاد الوطني. كيف تعملون على استقطاب هؤلاء الشباب على تعريفهم بمختلف هذه التسهيلات للاستثمار فيها بما سيعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني؟ طبعا نظن انه اليوم الدولة الجزائرية قامت بالعديد من المجهودات من اجل تشجيع هذا المجال وفتحه امام الشباب الجزائري. نظن انه ابسط مثال منذ اول امس كان هناك تظاهرة افريكان ديسرابت لها في مستوى الجزائر العاصمة اللي ضمت العديد من الدول الافريقية اللي تشارك بمعرض تشارك في معرض كبير من اجل تعريف منتوجاتها. وايضا كانت هناك فرصة من اجل تقديم ورشات يقوم بها خبراء وطنيين ودوليين في فئة الشباب الجزائري، وايضا فرصة ايضا للتبادل الخبرات والتجارب. نعم، تبادل الخبرات وايضا فرصة للقاء المستثمرين، لأنه نظن أن هذه أكبر تظاهرة تحدث في قارة إفريقيا تحدث هنا في الجزائر، وهذه فرصة للشباب الجزائري أنه يكون عنده احتكاك بأقرانه من أفارقة من عندهم مؤسسات ناشئة خبراء في هذا المجال ونجحوا في هذا المجال. نظن أنه هذه المجهودات كامل راهي تعمل عليها الدولة الجزائرية من أجل تقديم الفرص للشباب الجزائري. ونحن أيضا كمؤسسة جزائرية نحاول دائما أن نتبع في هذا المجال. اليوم كان هناك اليوم مثلا عندنا العديد من أعضائنا داخل المؤسسة اليوم راهم يشاركوا في هذا المعرض الدولي، يشاركوا كعارضين وأيضا كمكونين وأيضا كمنظمين في هذا المعرض. نظن أنه الهدف اللي كان تعمل عليه المؤسسة هو تكوين إطارات وكفاءات شبابية جزائرية قيادية من أجل خدمة الوطن وخدمة الاقتصاد الوطني. نظن أنه حققنا شوط كبير فيها اليوم. مثل هاتي المنتديات وهاتي الملتقيات تعمل دائما على دعم الابتكار أيضا عند الشباب. أثرت نقطة مهمة جدا وهي أيضا مثل هاتي الملتقيات تساهم في خلق فرص لتسويق هاتي الأفكار وهاتي المنتجات بالنسبة للشباب. دوركم في ربط هؤلاء الشباب المبتكر بسوق الشغل، ممكن هل هنالك اتفاقيات شراكات مع فاعلين مع مؤسسات اقتصادية من أجل استقطاب هؤلاء الشباب والعمل دائما معهم من أجل تطوير هذه المشاريع أكيد بما سيعود بالفائدة على هؤلاء الشباب وحتى على المؤسسة الاقتصادية؟ نعم، هي في المرحلة الأولى سيدي لما نتحدث على تقديم نخبة لفائدة المجتمع الجزائري ومنه إلى الاقتصاد الجزائري عبر مؤسساته سواء كانت عمومية أو خاصة، أول حاجة تقوم بها المؤسسة هو التكوين. لأنه احنا لما نتحدث عن عقد اتفاقيات أو شراكات مع مؤسسات عمومية أو خاصة وأيضا مؤسسات غير حكومية نحاول دائما أن نقدم أفضل ما لدينا، وهذا يبدأ من الخطوة الأولى هو تكوين هذا الشاب. لمؤسسة كما تحدث منذ قليل راح تقوم بعديد من البرامج التكوينية من أجل صقل مواهب هذا الشاب الجزائري وإبراز مهاراته في جميع الميادين. حما تحدثنا مثلا عن المقاولات الدبلوماسية الشبابية، لكن عندنا في مجال التطوع، عندنا في مجال الثقافة، في مجال الإعلام، هناك العديد من البرامج كاملة لتمس جميع شرائح المجتمع. احنا بعد هالمرحلة الثانية نقوم بتقديم عينة من هذا الشباب اللي عندنا في جميع ولايات الوطن. عندنا منسقين ولائيين هم دائما يحاولوا أنهم يقدموا الشباب تاعنا هذا له داخل المؤسسة وأيضا خارج المؤسسة نقدموه نحاول أن نوجهوه إلى مناصب الشغل. هي هو عمل كما يقولوا عليه يبدأ من التكوين إلى نخرجوا البرودوي فيني، نخرجوا المادة الخام اللي هو الشاب مكون في مجال ما، بعد نقدموه نحاولوا أن نساعدوه من أجل الحصول على مناصب الشغل أو الولوج إلى المقاولاتية. نعم، أهمية تعزيز الفكر المقاولاتي في أوساط الشباب كيف سيعود بالفائدة على هؤلاء الشباب وعلى الاقتصاد الوطني أيضا؟ نعم، هي نظن أنه اليوم المقاولاتية الشبابية رهنت عليها الدولة الجزائرية عبر برامج الإنعاش الاقتصادي اللي أولتها ملف كبير هو ملف المقاولاتية وتفرع نحو المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
نظن اليوم انه شفنا العديد من الامثله الجزائريه لشرفه الوطن عبر العديد من التظاهرات الدوليه اللي شاركوا فيها الشباب الجزائري، عندهم ابتكارات، عندهم اختراعات، وعندهم ايضا مواهب كبيره. نظن انه هذا المجال اللي انا تعمل عليه اليوم الدوله الجزائريه هو الوصول الى الاكتفاء الذاتي. لما نتحدث اكتفاء ذاتي نتحدث عن الامن الغذائي، الامن الصحي، وايضا الامن المائي، وهذا كامل يكون عبر مشاريع مبتكره، مشاريع لديها ابتكار، مشاريع تحمل تميز وتخلي الجزائر تتميز بها عن باقي الدول. نظن انه هذا البرنامج عنده حيكون عنده شان كبير في المستقبل، وراح نشوفوا عن قريب الفوائد تاعو لو فرويت على طرافاي اللي نديروا فيه. ممكن في هذه النقطه بالتحديد نتحدث ايضا عن اهميه العمل الجواري، خصوصا وانكم تجوبون مختلف ولايات الوطن. نتحدث عن الجزائر البلد القاره الذي يتيح امكانات لا حصر لها، فرص استثماريه كبيره، اضافه الى كل خصوصيه او الخصوصيه التي تتمتع بها كل منطقه. كيف تعملون على تحفيز هؤلاء الشباب على الاستثمار في خصوصيات هذه المنطقة، بما يخلق ذلك التكامل الذي سيعود بالفائدة أيضا عليهم وعلى الاقتصاد الوطني؟ نعم، نظن أنه اليوم قوة الجزائر راح تكمل في التنوع تاعها وفي مساحتها الجغرافية وفي كفاءاتها اللي راهي في جميع ربع الوطن. احنا اليوم مؤسسة قادة شباب الجزائر تعمل على تجسيد هذه البرامج عبر الولايات، عبر منسقيها، نوجه لهم التحية لأنهم يقوموا بعمل جبار ودائما كانوا في المواعيد الهامة اللي تعيشها الجزائر من أجل تحسيس، من أجل تكوين، من أجل التنظيم، من أجل كل ما نقوم به من برامج راح تكون بفضل شبابنا اللي متواجد عبر جميع ولايات الوطن. مثلا عندنا منسقين في اقصى الجنوب الجزائري راهم يقوموا بعمل كبير من اجل هو نفس الشيء اللي نقدموه هنا مثلا في الجزائر نقدموه في الولايات الجنوبيه، ونفس البرنامج، وهذا كامل بفضل استراتيجيه المؤسسه وبفضل منسقيها وبفضل شبابها اللي راهم يعملوا قدما وساق من اجل تجسيد برامج المؤسسه من اجل الاقتصاد الوطني ومن اجل الجزائر. ماذا ايضا عن ابناء الجاليه الجزائريه في الخارج؟ الكثير من التسهيلات والتحفيزات المقدمة لأبناء الجالية، رأينا إقبال منقطع النظير أيضا على أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من أجل الاستثمار هنا في الجزائر. ما هو برنامجكم من أجل استقطاب هؤلاء الشباب وتقديم كل سبل الدعم والمرافقة التي يحتاجونها؟ نعم، هو المؤسسة قادة شباب الجزائر فتحت مجال كبير من أجل الجالية الجزائرية، وعندنا أيضا مدير مكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، عندنا أيضا منسقين على عبر العديد من الدول اللي فيها جالية كبيرة جزائرية في الخارج. نظن أنه احنا بعد ما كان عندنا عدة لقاءات وعدة حصص عمل مع ممثلين بجالية الخارج، شفنا أنه الشباب الجزائري في بالمهجر عنده أول حاجة يخمم فيها أنه يعاود يرجع الجزائر ويخدم بلاده، ينفع بلاده عبر مثلا عبر مشاريع استثمارية يجيبها هنا الجزائر، عبر أيضا نقل خبرات لأنه يكون عندهم احتكاك في المهجر، عندهم معلومات أكثر حول التكنولوجيات الحديثة منا، ما يبخلوش بها أبناء وطنهم الجزائر ويعودوا دائما يرجعوا الجزائر ويقوموا بمحاضرات ويقوموا ببرامج تكوينية وأيضا يقوموا باستثمارات داخل الوطن. نظن أن المؤسسة أعطت أهمية كبيرة للجالية الجزائرية لأنها تعتبر واحد من أهم المحركات اللي تحتاجها اليوم الجزائر من أجل إنعاش الاقتصاد الجزائري. نتحدث أيضا عن نقطة مهمة جدا وهي تعزيز الفكر المقاولتي في أوساط الشباب عامة وأيضا في أوساط الطلبة الجامعيين خصوصا. كيف سينعكس ذلك على جعل الجامعة الجزائرية قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية؟ نعم، هي نظن أن المخطط اللي قامت به اليوم الدولة الجزائرية من أجل المقاولتية أعطت للجامعة أهمية كبيرة. نظن أن الجامعة تبقى دائما معهد للعلوم والتكنولوجيات. نظن أن الجامعة لديها مخابر الأبحاث، هذه المخابر يمكننا أن نحولوها إلى منتوجاتها، يمكننا أن نحولوها إلى مشاريع اقتصادية استثمارية، وهذا ما يدعم الابتكار وهذا ما يدعم المؤسسات الصناعية. نظن اليوم أن الجامعة الجزائرية أيضا أعطت الفرصة لطلبة الجزائريين أنهم يكونوا مقاولين عبر لو ستاتيو انتربرونور ايتوديون. اليوم بامكان ايضا تكون طالب جامعي تدرس وتفكر في اطلاق مشروعك المقاولاتي. نظن انه هذه فرصه ما كانتش من قبل، وهذا ما سيسمح للشاب الجزائري انه يولج الى عالم المقاولاتيه وهو صغير في السن تاعو عبر العديد من مراكز دعم المقاولاتيه اللي دارهم الجامعات وايضا حاضنه الاعمال اللي تعتبر محرك رئيسي للابتكار في الجزائر. قاسمي فتحي الأمين العام لمؤسسة قادة شباب الجزائر، كل الشكر لكم على كل هذه المجهودات.
شكرا جزيلا سيدي، شكرا لكم على الاستضافة. شكرا جزيلا لك مشاهدي الأفاضل، مستمرون معكم دائما لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إذن مجددا مشاهدي الأفاضل. الآن سنتحدث عن نشاطات الهلال الأحمر الجزائري وكل سبل الدعم والمرافقة التي يقدمها للمواطنين في كل المناسبات وفي كل ربوع الوطن. للتفصيل أكثر في هذا الموضوع أتشرف بحضور السيدة هناء بالطيب المكلفة بالإعلام بالمكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري. صباح الخير سيدتي، مرحبا بك معنا. صباح الخير وشكرا على الاستضافة في حصتنا وحصة جميع شعب الجزائري حصة هذا الصباح، وأشكرك على الاستضافة مرة أخرى وتحية طيبة للمشاهد الكريم. شكرا جزيلا لك. إذا نبدأ دائما مع النشاطات الكبيرة للهلال الأحمر الجزائري، حملة شتاء دافئ مستمرة. إذا كما نرى اليوم هذه السنة كانت حملة شتاء دافئ يعني لها طابع خاص، حيث لاقت صدى كبير في جميع ربوع الوطن. إذا بدأنا حملة شتاء دافئ عفوا من ولاية جانيت، كانت يعني رئيسة الهلال الأحمر الجزائري قد ارتأت أن تبدأ الحملة شتاء دافئ من تلك الولاية، وذلك بتقديم قافلة تضامنية وقافلة طبية للبدو الرحل وساكني المناطق الحدودية. وهذه القافلة ستجوب جميع ولايات الوطن، وذلك يعني هذه القافلة راح تستمر من شهر إلى شهر ونصف وفي كل ولاية، ونعود يعني دارة مرة أخرى. إذن هذه القافلة يعني قافلة طبية مكونة من فرق طبية تتكون من أطباء ذات مختلف التخصصات، وأيضا بالقوافل التضامنية يعني مخصصة للساكنين المناطق الحدودية والبدو الرحل بجنوب الجزائر. إذن بدأنا بولاية جانت، ثم يعني ولاية تمن راست التي كان يعني تمن راست اليوم فقط يعني كانت دخولنا من هذه الولاية. إذا قمنا بفتح المخزن الجهوي الخاص بالجنوب الكبير يعني، وهذا يعني قولوا عليه هو إنجاز يعني جيد جدا بالنسبة للهلال الأحمر الجزائري. هذا الإنجاز كان أنه يعني لما تكون تقلبات جوية أو كارثة المسافة بعيدة من الجزائر العاصمة إلى ولاية تمن راست. إذا القيادة الجديدة للهلال الأحمر الجزائري ارتأت أن تفتح هذا المركز الجهوي الخاص يعني لتقريب وتسريع التدخل السريع والفعال في يعني لا قدر الله عند حدوث كارثة. يعني كانت القافلة التضامنية لولاية تمن راست تحتوي على 18 شاحنة ذات مقطورة من المساعدات في مختلف يعني الأغذية، الخيام، المواد الأساسية موجهة لفائدة ساكني المناطق الحدودية والبدو الرحل، وذلك قصد تعزيز قيم التضامن والتكافل. وحتى يعني الهلال الأحمر الجزائري دائما يتشبت بمبادئه ولتحقيق يعني التوفير المساعدة وتواجده في الميدان في سبيل يعني مرافقة الفئات المستحقة. ممكن في هذه النقطة بالتحديد أهم ما يميز الهلال الأحمر الجزائري وتواجده تقريبا في كل ولايات وكل بلديات الوطن من أجل تقديم المساعدة في حينها أيضا؟ إذن الهلال الأحمر الجزائري دائما قريب من المواطن،
الآن يعني أصبح لدينا 1100 لجنة بلدية للهلال الأحمر الجزائري، يعني الحمد لله توسع بشكل يعني فعال. إذا أصبح لدينا متطوعين في جميع ربوع الوطن، ونحن قريبين للمواطن، نرافقه، نتواجد معه ونشاركه، يعني تقدر تقول جميع أيامه. إذا الآن أصبحت لدينا نظرة استشرافية واستباقية لما يريده المواطن، وهذه القوافل الطبية يعني الهدف تاعها هو تقريب الصحة من المواطن والتعزيز، يعني عن طريق الحملات التحسيسية، كما الحملة التحسيسية التي أطلقناها بولاية الجلفة بالشراكة مع التلفزيون الجزائري حول نوفمبر الأزرق للوقاية من سرطان البروستات طبعا. يعني والحمد لله في تلك الولاية المديفة لاحظنا يعني جهود الدولة الجزائرية في ذلك الصرح العظيم اللي هو مركز مكافحة السرطان، والحمد لله يعني القافلة الطبية للهلال الأحمر الجزائري قد قامت بالتحسيس والتوعية والكشف المبكر لفائدة عفوا الرجال في هذا المرض لا قدر الله. إذا قد قمنا بكشوفات يعني للرجال ما يتجاوز يعني 600 كشف في يومين. إذا وهذه الحملة يعني جاءت وراء حملة أكتوبر الوردي، حملة أكتوبر الوردي ما بعدها حملة نوفمبر الأزرق، وفي ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز. إذا العمل الهلال الأحمر الجزائري هو عمل متواصل، وناهيك عن القوافل التضامنية والقوافل الطبية التي ننظمها. إذا ولاية جانت، ولاية إليزي، ولاية الجلفة، ولاية المدية البارحة يعني بنزول وفد طبي يقدر ب 23 طبيب في مختلف التخصصات. إذا وأيضا 8 قوافل طبية لولاية المدية، وكما ستجوب هذه القوافل جميع الولايات، وذلك يعني لحملة شتاء دافئ الوطنية. يعني نحن كما نقولوا أنه نركزوا باش تكون هذه الحملة التضامنية يعني تخدم الإنسان وتخدم المواطن البسيط، وتكون يعني في تعزيز إطار سبل الإنسانية والعمل التضامني اللي تركز عليه جدا الدولة الجزائرية، إذا بما أنه احنا يعني نسعى باش نحقوا السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية. هذا العمل المتواصل والتواجد اليومي يرافقه أيضا برنامج تكويني مستمر من أجل جعل هؤلاء المتطوعين دائما على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة. بالطبع يعني في كنا اذا بصدد هذه تلك الدوره التكوينيه الكبرى الخاصه بالجنوب الكبير، وذلك بمشاركه 12 ولايه. هذه الدوره يعني الهدف تاعها هو ادراج المتطوعين العاملين في برامج الاغاثه في ميدان الاغاثه في برامج دوليه. هذه البرامج الدوليه راح تحسن وتعزز من الكفاءه تاعهم في العمل تاعهم في الميدان، واذا بالشراكه مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. وقد يعني كانت هناك ثلاث دورات تكوينية، منها مدربين في مجال الإسعافات الأولية، وهذا المجال نوليه أهمية بالغة نحن في الهلال الأحمر الجزائري. سنكمل الحديث في هذه النقطة المهمة جدا، استسمحك عذرا سيدتي. إذا أتوجه إياكم الآن مشاهدي الأفاضل إلى ولاية ورقلة حيث فعاليات الملتقى حول أفاق ترقية ممارسة الرياضة لفئة الشباب على مستوى ولاية الجنوب من تنظيم المجلس الأعلى للشباب. للتفصيل أكثر يلتحق بنا محمد سنوسي. صباح الخير محمد، تفاصيل أوفى حول هذا الملتقى. صباح الخير لكم الزملاء بالعاصمة. نحن نتواجد الآن بالمعهد الوطني لمستخدمي التربية، نشهد وقاع الأيام الدراسية لأفاق تنمية النشاط الرياضي بالنسبة لشباب ولاية الجنوب، وينشط هذه الأيام الدراسية ثلة من الباحثين والمختصين في هذا المجال. بدون إطالة معنا سيد وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب السيد مصطفى حيدو، مرحبا بكم. لو تحدثنا سيد الوزير حول هذه الأيام الدراسية لنشاط الرياضة بالنسبة لشباب ولاية الجنوب. طبعا نقتبس كلمة كنت قلتها قبل قليل، الشباب هو بترول هذه أو الطاقة الكامنة للدولة الجزائرية. لو تحدثنا حول النشاط الرياضي بصفة عامة للشباب ولشباب الجنوب بصفة خاصة. أولا زملائي في لجنة الرياضة والرياضة والسياحة وحركية الشباب سجلوا هذه الإشكالية التي تتعلق بحيوية وحركية الرياضة في الجنوب،
وطرحوا ذلك ليكون محل تدقيق ومحل متابعة لنتيح لشبابنا من الولوج لمختلف هياكل الرياضة وممارسة هذا الفعل خلينا نقول الإنساني الحضاري للمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة وطنيا. لذلك تم عقد هذا الملتقى على المستوى الوطني بحضور مجموعة من الشباب الجزائري من مختلف ولايات الجنوب وبحضور كذلك مجموعة من الخبراء في الميدان وبحضور المشرفين على هذا الميدان مدراء الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية. هذه الورشة الكبيرة التي ستعمل على دراسة هذا الواقع، تحدياته، الصعوبات التي تواجهه، كيف يمكن أن نقترح بدائل يمكن أن تجعل من الرياضة في الجنوب أكثر عطاء أكثر إثمارا، كيف يمكن أن يتمكن شبابنا في الجنوب الجزائري وهم الطاقة الحيوية الكبيرة للمساهمة في رفع يعني العلم الوطني في مختلف المناسبات الوطنية كما بقي أبناء الوطن وكما بعض أبناء الجنوب يساهمون في ذلك. إذن هو موضوع حيوي الذي نطرحه ونطرقه اليوم والذي يهم فئة عريضة من شباب أبناء الوطن في مناطق الجنوب. بعد ما كان تفضل وتكرم السيد رئيس الجمهورية بموافقة على مقترح المجلس الأعلى للشباب بإعادة تفعيل هياكل الشباب في الجنوب الكبير وخصوصا في المناطق الحدودية التي كانت معطلة لسنوات كثيرة بفعل غياب تأطير في بعض الأحيان في بعض المهن البسيطة على غرار الحراسة أو التنظيف أو شمال القبيل. الحمد لله تعالى العملية بدأ بها في قطاع الشباب والرياضة ونتمنى أن تؤتي أكلها. هذا الملتقي ينتظر منه أنه يقدم مجموعة من المقترحات، مجموعة من الآراء، مجموعة من التوصيات التي نعتمدها بحول الله تعالى ونعمق الدراسة فيها في الجمعية العامة للمجلس الأعلى للشباب من أجل رفعها للسيد رئيس الجمهورية. طبعا هي آلية الديمقراطية التشاركية تلك التي يؤمن بها المجلس الأعلى للشباب التي تجعلنا في كل مرة ننفتح على الشباب الجزائري في مختلف الميادين حتى يكون شريك في بلورة وصناعة مختلف الآراء التي نعمل عليها. سيد وزير مصطفى حيدوي شكرا لكم على هذه المداخلة وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا على هذه المداخلة. والزملاء بالعاصمة، هذا اليوم الملتقى الدراسي يدوم لثلاث أيام يناقش العديد من القضايا كما ذكر السيد الوزير التي تهم عنصر الشباب وعنصر الرياضة للشباب بولاية الجنوب. عودة إليكم الزملاء بالعاصمة. محمد سنوشي شكرا جزيلا لك ولضيفك السيد وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب على كل هذه التفاصيل التي وفيتمونا بها. عدنا إليكم إذن مجددا مشاهدي الأفاضل ودائما بالحديث عن الهلال الأحمر الجزائري ومع السيدة هناء بالطيب. إذن كنا نتحدث عن عملكم الكبير وعن الدورات التكوينية، نتحدث أيضا عن اليوم العالمي للتطوع الذي صادف 5 ديسمبر من كل عام، ومن هذا العام هو البرنامج الذي سطرتم للاحتفاء بهذا اليوم. إذن اليوم العالمي للتطوع الذي دائما نحيي فعاليته مرة في كل سنة المصادف ل 5 ديسمبر، هذا اليوم هو اليوم الذي يترجم يعني عمل الشباب الهلال الأحمر الجزائري الدؤوب وسعيه الدائم لتعزيز قيم التضامن وقيم الإنسانية، وذلك الذي ترجمه دائما في الميدان في جميع أعماله سواء أثناء التقلبات الجوية أو أثناء الكوارث. نتحدث عن حرائق تيزي وزو، نتحدث عن زلزال ميلا، نتحدث عن أيضا حرائق الطارف وفيضانة نعمة وبشار. طالما كان شباب الهلال الأحمر الجزائري دائما حاضر في الميدان دائما يعني هو الذي أبان على احترافيته العالية وحبه الشديد للعمل الإنساني. إذن دائما نحيي فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وهذه السنة قد قامت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بإحيائه في ولاية وهران، وذلك عن طريق إمضاء 3 اتفاقيات مع جامعة واحدة مع جامعة وهران، جامعة العلوم التكنولوجية، وواحدة مع القرية المتوسطية. إذن وستقام هذه الفعالية ستحيي في جميع ربوع الوطن وفي جميع الولايات عن طريق تقديم حملات تبرع بالدم، حملات التشجير، وذلك لغرس قيم المواطنة وقيم العمل الإنساني وفي جميع يعني وأيضا يعني الحث على انخراط في صفوف الهلال الأحمر الجزائري حتى يكونوا جزء من العمل الإنساني والتطوعي. نتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي التجربة الكبيرة للهلال الأحمر الجزائري والتي انعكست إيجابا على سرعة التعامل وعلى فعالية التعامل مع مختلف الكوارث. نتحدث عن العديد من المبادرات، العديد من التدخلات داخل وخارج الوطن، كيف انعكست إيجابا على فعالية عمل الهلال الأحمر الجزائري.
إذا الهلال الأحمر الجزائري عنده تاريخ عريق. الهلال الأحمر الجزائري هو وليد داخل وخارج الوطن، هو وليد الثورة النوفمبرية المجيدة وترعرع في أحضانها أيضا بأمر من قادة الثورة الجزائرية، يعني بتاريخه العريق وبتدخلاته العديدة في المجال في داخل الوطن وخارج الوطن، أصبحت يعني الهلال الأحمر الجزائري أصبحت عنده يعني نظرة استباقية ونظرة استشرافية، ودائما كان ما يحتك مع جميع شرائح المجتمع. إذا نحن المواطن يجي عندنا نرافقه دائما بشي اللي كاين، وحنا نسحاو باش نكونوا في الساعات الاولى يعني وبالطرق المتاحه وبالوسائل المتاحه عندنا. اذا اصبح عندنا يعني هذاك الاحتكاك مع المواطن، اصبحت عندنا نظره يعني استشرافيه اقولها مره اخرى، وايضا عن طريق التكوينات التي نوليها اهميه بالغه جدا في الهلال الاحمر الجزائري، ذلك بالبرامج الدوليه بالاتحاد بالشراكه مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر، وايضا مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. التكوينات مستمرة ولا تنقطع في جميع المجالات، نتحدث عن الفريق الوطني للتدخل أثناء الكوارث، يعني منسقي الكوارث وتفعيل خلايا الأزمة في جميع الولايات، وذلك للتحضير الاستباقي للتقلبات الجوية أو حدوث الكوارث. الهلال الأحمر الجزائري دائما في عمل دؤوب لكي يحقق تلك الفعالية والسرعة أثناء التدخل. يعني نتحدث عن مثال بسيط أنه الهلال الأحمر الجزائري فكر حتى في السرعة التي نوصل بها المساعدات بالنسبة لولاية تمن راس وبالنسبة للجزائر العاصمة. إذا اقترحنا باش نفتحوا هذا المخزن في الجنوب الكبير لكي نحقق السرعة والفعالية دائما في التدخل أثناء الكوارث. إذا هذا الشيء دائما خلانا نكون بتحضيرات استباقية للتدخل السريع والفعال. هنا بالطيب المكلفة بالإعلام بالمكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري، كل الشكر لكم على كل هذه المجهودات. شكرا جزيلا لك. إذن بالعمل التطوعي والإنساني أصل وإياكم مشاهدي الأفاضل إلى ختام فقرات برنامج هذا الصباح. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة. دمتم أوفياء، في أمان الله.